مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم. دايما دايما منوريني ومشرفيني على قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. استاد الاهلي النهارده هنستعرض فيه كل نتائج مباريات الاسبوع ال 22 ان شاء الله، حصاد كامل لهذا الاسبوع. يعني في حاجات كتير قوي حصلت ان شاء الله كل اسبوع، يعني نعودكم ان شاء الله ان احنا نعمل لكم حاجه حصاد يعني احسن من الفتره اللي فاتت باذن الله. يعني قبل ما نروح للحصاد والظواهر اللي حصلت فيه والارقام اللي حصلت فيه، نستعرض مع بعض اخبار النادي الاهلي اللي حصلت منذ قليل. كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان ملف التجديد لفتحي والسعيد لا يزال مفتوح. سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي قال ان ملف التجديد للثنائي الهام جدا عبد الله السعيد واحمد فتحي لا يزال هذا الملف مفتوح، وقال ان اطاله مده المفاوضات لا تقلل نهائيا من قيمه وشان الثنائي في ظل تمسك الجهاز الفني بهما وامكانياتهما، اضافه الى رصيدهما المميز والذي يقدر الجميع والذي يقدره الجميع داخل النادي الاهلي. عارفين طبعا ان ملف التجديد مع الثنائي عبد الله السعيد واحمد فتحي نجمان كبيران في فريق النادي الاهلي لسه مفتوح، ولسه لم يتخذ هذا الثنائي القرار. ان شاء الله يكون في مصلحه النادي الاهلي وفي مصلحه اللاعبين ايضا، واكيد طبعا يعني البعد عن النادي الاهلي الاسباب خاصه جدا وصعبه جدا، بتبقى صعبه قوي على اللاعب، لكن ان شاء الله يفضلوا في النادي الاهلي. عبد الحفيظ قال واكد ان عدم الاعلان عن مواعيد جلسات المفاوضات مع اللاعبين لا يعني تعثر هذه المفاوضات، ولكن الامور ده على حد قول كابتن سيد عبد الحفيظ تسير في اطار او في اطارها الصحيح، حيث يتحمل اللاعبون حيث لا يتحمل اللاعبون اي ضغوط اضافيه، وحفاظا على حاله التركيز وتوفر المناخ المناسب للفريق في هذه الفتره المهمه. يعني ملخص الكلام ده ان كابتن سيد عبد الحفيظ بيقول ان في جلسات بتعقد مع اللاعبان الكبيران لكن لا يتم الافصاح عن وقت هذه الجلسات، وده حفاظا على الوحده العامه للفريق والظروف اللي بيمر بها الفريق في ظل حاله طبعا الدوري المضغوط جدا، وطبعا مباريات يعني صعبه جدا النادي الاهلي حتى لو كانت سهله نسبيا. ده كان الخبر المهم اللي كل الجماهير بتسال عنه، عبد الله السعيد واحمد فتحي هيعملوا ايه؟ لسه ملف مفتوح، ان شاء الله يكون القرار في القريب العاجل. تدريبات استشفائيه للمشاركين في مباراه الاتحاد، لاعبو الاهلي الاساسيون الذين خاضوا مباراه الاتحاد ادوا تدريبات استشفائيه في مران الثلاثاء استعدادا لمواجهه المقاولون العرب في الدوري الممتاز، مباراتين يعني ورا بعض فريق المقاولين يعني يوم الخميس ان شاء الله يوم الاثنين، ومع فرقه زي المقاولين اكيد يعني الموضوع هيبقى صعب شويه، بس ان شاء الله النادي الاهلي طبعا معودنا ومعود الجماهير ان الموضوع ان شاء الله يبقى اسهل شويه. لاعبو النادي الاهلي احمد فتحي وعبد الله السعيد، محمد هاني، احمد حمودي، جونيور اجاي، وليد ازار، وباسم علي، وايمن اشرف، وعمر السليه، دول اللاعبين اللي شاركوا في مباراه الفريق الاخيره، وان شاء الله يكونوا مشاركين في المباراه القادمه امام المقاولون العرب. نروح لخبر تاني، سعد ومروان يواصلان التاهيل. سعد سمير ومروان محسن لاعبو الفريق الاول لكره القدم النادي الاهلي واصلا تدريباتهما التاهيليه على هامش مران الفريق اليوم. يعاني سعد سمير من الاصابه بشد في العضله الخلفيه. سعد سمير الظاهر يا جماعه من كتر الجوان اللي بيجيبها اتحسد بس يعني خد عين جامده جدا، فلازم سعد سمير تذبح يعني فك الكيس شويه، اذبح كده حاجه ان شاء الله ربنا يخفف عنك الاصابات دي. مروان محسن طبعا طلع من اصابه الرباط الصليبي لالتواء في الكاحل، برده مروان يعني ان شاء الله يرجعوا وان شاء الله يكونوا يعني عامل رئيسي في المنتخب المصري ان شاء الله في روسيا ان شاء الله. سليمان يجري تدريبات تاهيليه في مران الاهلي، وليد سليمان دي طبعا لقطات لمروان لاعب الاهلي اللي ما لحقش يلعب بصراحه، ان شاء الله مروان ترجع بسرعه جدا وترجع زي ما عودتنا، وطبعا ده وليد سليمان كمان. وليد سليمان بيؤدي تدريبات تاهيليه في مران الاهلي، وليد اشتكى باجهاد في العضله الخلفيه، ان شاء الله وليد ترجع بسرعه جدا. وليد سليمان من اللعيبه يعني اللي بنتكلم عليها دايما وبنقول ان وليد سليمان لازم يكون ممثل كمان النادي الاهلي في منتخب مصر متالق بطريقه يعني تلفت الانظار. وليد سليمان احرز هدف قاتل في الوقت يعني نقول الوقت الضايع او في الدقيقه 90 في مباراه الاسماعيلي، وبعد كده نظرا للتغييرات الاضطراريه اللي عملها الكابتن حسام بدري في المباراه الاخيره امام نادي الاتحاد يعني ما كانش فيه وقت ان وليد سليمان ينزل او ما كانش فيه فرصه ينزل فيها وليد سليمان. كابتن حسام البدري بيعقد جلسه خاصه مع باكا.
كابتن حسام بدري المدير الفني لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة خاصة مع باقة لاعب الفريق خلال مران اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة المقاولين العرب إن شاء الله. استغرقت الجلسة 5 دقائق. شرح من خلالها كابتن حسام بدري لباقة بعض الأمور الفنية من النواحي الهجومية والنواحي الدفاعية وكيفية تحركه في الملعب. ده باقة في المباراة الودية كانت أول أعتقد كانت أول ظهور ليه في النادي الأهلي. باقة برضو أحرز هدف يعني كان هدف مميز جدا في مباراة نجوم السعودية. أيضا أحمد حمدي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي. أحمد حمدي برضو عنده شد في العضلة الخلفية يعني إصابات كتير قوي لنجوم مهمة أحمد حمدي ووليد سليمان يعني إن شاء الله كل اللعيبة دي مروان إن شاء الله كل اللعيبة ترجع بسرعة. أحمد حمدي كان عنده إجهاد في العضلة الخلفية برضو أو شد في العضلة الخلفية لكن إن شاء الله يرجع بسرعة جدا. أحمد حمدي لعيب مميز قوي يا جماعة وإن شاء الله انتظروا هذا اللاعب اللي يصعد إن شاء الله بسرعة الصاروخ. الدكتور مصطفى طبيب للأهلي الحين عودة خالد محمود. خالد محمود اللي سافر مع رامي ربيعة في رحلة ألمانيا إن شاء الله للخضوع لفحوصات طبية. يعني كلف الدكتور أسامة مصطفى طبيب فريق الشباب للعمل لحين عودة الدكتور خالد. أيضا النجم علي معلول يؤدي تدريبات تأهيلية في الجيم. علي معلول بعد إصابته في مباراة الاتحاد يعني برضو شعر بإجهاد أو بداية شد في العضلة الخلفية مش عارف إيه موضوع العضلة الخلفية ده بيجي نتيجة إجهاد تقيل قوي. أعتقد يعني إن شاء الله إن كابتن حسام يخلي باله من هذه الإصابات يعني مع إن طبعا إحنا ماشيين بالأحمال يعني حاجة مميزة جدا مع التونسي الشعلالي. إن شاء الله كل حاجة تبقى في مسارها الصحيح. علي معلول نجم المنتخب التونسي وظهير أيسر نادي الأهلي كان بيعاني في مباراة الاتحاد من شد خفيف إن شاء الله يرجع بسرعة. دي كانت أهم الأخبار عندنا. النجم أزار وليد أزار وعندنا كمان نجم مميز جدا جه النادي الأهلي صلاح محسن. صلاح محسن فرود مهم جدا. فرود قال عليه الكابتن إمام محمدين اللي هو مدير قطاع الناشئين إن هو فرود ما بيهزرش. ولما إمام محمدين يقول على حد كده أعرفه إن هو لعيب جامد جدا ولعيب فعلا بتاع إجوان لأن إمام محمدين عنده من الخبرة وما تكفيه إن هو يقول على اللاعب كويس ويبقى لاعب كويس فعلا. لكن هتبقى فيه مشكلة إن وليد أزارو لو تفتكروا كده عصام الحضري ونادر السيد كابتن مانويل جوزيه أو مستر مانويل جوزيه جاب نادر السيد لعصام الحضري. عصام الحضري ما قعدش فضل يلعب وكان بيطلع له كسور ومش عارف شروخ كان برضه بيفضل يلعب. فأعتقد إن برضه وليد أزارو من الماتش اللي فات شفتوه الضغط يعني أعتقد الهدف الثاني ضغط مرة واثنين وثلاثة لغاية لما استخلص الكورة الهدف المميز قوي بتاع جونيور أجاييل اللي أسس لعبد الله السعيد وحطها في هاني سليمان. وليد أزارو زي ما يكون بيعاند نفسه حط هدف ولا اروع استلمت ايه وسندت ايه وسبرنت ايه وحطها على الثابته بتاعه هاني سليمان على شماله كانت حاجه جميله جدا. فاعتقد ان صلاح محسن هيبقى فيه مشكله ان هو يلعب على وليد ازارو في ظل الحاله الفنيه الرائعه اللي ظهر عليها وليد ازارو. لكن قدام الكابتن حسام بدري خيارات كثيره جدا يا اما اعتمد على فرودين وطبعا الكابتن حسام صعب قوي ان هو يغير طريقته من 4-2-3-1 ل 4-3-1-2 هيبقى صعب جدا لانه عود الفريق خلاص على مثل هذه الطريقه. فعنده حل ان هو يلاعب ازارو وليد ازارو ناحيه اليمين زي ما عمل كده بيب جوارديولا لما راح بايرن ميونخ مع مولر وليفندويسكي. لاعب مولر ناحيه اليمين وكان مولر هداف الفريق ويوميها حصلت مشكله لما جوارديولا قال لمولر انت هتلعب ناحيه اليمين وليفندويسكي هيلعب كفيرود صريح. فمولر طبعا كان هداف فرقته بايرن ميونخ ومنتخب المانيا قال له ازاي انا هداف الفرقه؟ قال له هتبقى هداف الفرقه وهتجيب جوان اكتر كمان. وفعلا مولر شكر جوارديولا تحديدا بعد الموسم ما خلص وقال انا كنت فعلا فاهم الموضوع غلط عندي حريه كبيره جدا ان انا العب في طرف الملعب وان انا ابقى فرود مش باين يعني بلعب في المنطقه العاميه على طول او الشادو سترايكر زي ما بيقولوا. وفعلا جوارديولا كان عنده حق. هل ممكن كابتن حسام بدري يستخدم وليد ازارو كجناح ايمن في ال 4-2-3-1 ويخلي صلاح محسن فرود اساسي تحتيه عبد الله السعيد وعلى شماله اجاييه؟ ممكن ليه لا. لكن يعني هتبقى صعبه شويه ان وليد ازارو يعمل دي. هتبقى صعبه شويه ان كابتن حسام البدري يفكر ان هو يعدل طريقته. هنشوف الايام الجايه فيها ايه. لكن صلاح محسن مهاجم مميز جدا. وليد ازارو هداف الدوري بفارق هدف. هقول لكم ترتيب الهدافين دلوقتي حاجه مميزه جدا. ان شاء الله النادي الاهلي دايما عامر بهؤلاء اللاعبين مميزين جدا. مشكله المدير الفني لكن في مصلحه الفريق في الاول وفي الاخر وفي مصلحه الجماهير الاهلاويه.
قبل ما اروح للاحصائيات او لشكل الجوله 22، عايز اقول لكم على اهم ظواهرها بسرعه كده قبل ما ندخل مع ضيوفنا الكرام. كان عدد مباريات الجوله 9 مباريات، 8 مباريات انتهت بفوز احد الفريقين، مباراه واحده انتهت بالتعادل. هقول لكم طبعا التفاصيل. تم التسجيل في 21 هدف من 20 لاعب، تم اشهار 21 بطاقه صفراء، 5 لاعبين سجلوا لاول مره هذا الموسم، احصائيات حلوه جدا. 3 لاعبين سجلوا لفريقين مختلفين هذا الموسم، يعني لعب مثلا في طلائع الجيش وراح في الانتقالات الشتويه مثلا المصري وحط في جون مع طلائع الجيش وحط جون مع المصري فسجل في فرقتين. 3 لاعبين عملوا كده، 10 اهداف سجلها المحترفين. هداف الجوله هو بيكلي مهاجم بتروجيت، هنتكلم برضه عليه بالتفصيل، جاب هدفين او احرز هدفين. 5 انديه خرجوا بشباك نظيفه، هنتكلم برضه عليهم بالتفصيل. 3 مواجهات شهدت الفوز بهدف مقابل لا شيء، 4 فرق لم تهزم على ملعبها. دي كانت اهم ظواهر الاسبوع ال 22 اللي هنناقشها مع ضيوفنا الكرام. عايز اقول لكم ترتيب الهدافين برضه بسرعه، جون انتوي من مصر المقاصه 12 هدف، عمر السعيد من وادي دجله كان في الانتاج الحربي طبعا 12 هدف، وليد ازارو النجم الاهلاوي نجم المغرب الاهلاوي 11 هدف، احمد جمعه نجم المصري 10 اهداف، ديجو كالديرون نجم الاسماعيلي ب 10 اهداف، عبد الله السعيد نجم الاهلي 9 اهداف، وحسين الشحات نجم المقاصه والمعار لنادي العين 9 اهداف، حسين الشحات قلنا 9 اهداف، احمد علي نجم المقاولين العرب ب 8 اهداف، وصلاح محسن نجم الاهلي 7 اهداف ونجم انبي السابق، محمد حمدي زكي نجم سموحه 7 اهداف، مصطفى محمد طنطا 6 اهداف، محمد حسن ميدو النصر 6 اهداف، ناصر منسي الداخليه 6 اهداف، وتخلو هذه القائمه من لاعبي نادي الزمالك. وده في حد ذاته يعني مش اكيد، يعني حاجه مش كويسه او حاجه مش انطباع كويس طبعا عن نادي الزمالك ان يخلو قائمه الهدافين من لاعب من نادي الزمالك. لكن اللي لافت نظري في هذه القائمه وجود جون انتوي لاعب الاهلي السابق 12 هدف، وليد ازارو لاعب الاهلي الحالي 11 هدف، عبد الله السعيد لاعب الاهلي الحالي 9 اهداف، صلاح محسن لاعب الاهلي الحالي 7 اهداف، محمد حمدي لاعب الاهلي السابق سموحه 7 اهداف. يعني تقدر تقول ان في 5 لعيبه من هدافي الدوري في هذه القائمه ان شاء الله هنتكلم عليها بالتحديد. هنطلع فاصل عشان نستقبل ضيوفنا الكرام نجوم الاهلي السابقين الكباتن ابو المجد مصطفى واحمد حسن استاكوزا. فاصل استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني يعني للاسف يعني جالي خبر يعني كان صعب جدا بصراحه، يعني نفسي حد يكذب الخبر ده يا جماعه، بس طبعا هم بياكدوا عليا وفاه الاستاذ خالد العشري، يعني الله يرحمه الناقد الرياضي بالمسا. يعني مش عارف اقول ايه بصراحه، يعني البقاء قدام لله. وطبعا يعني باسم جماهير النادي الاهلي وباسم قناه النادي الاهلي بننعي هذا الرجل الكريم، يعني رجل يعني كانت اخلاقه سبحان الله سبحان من لا الدوام. يعني البقاء لله، البقاء لله والدوام لله. وطبعا بننعي زميلنا في القناه طبعا، او يعني بنبلغه عزانا زميلنا محمد قلبه. طيب طيب ارحب بضيوف الكرام كابتن ابو المجد مصطفى. اهلا بيك كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو، ربنا يخليك. اهلا بيك. بقى معلش بقى البقاء لله كده. كابتن احمد حسن استاكوزا منور الدنيا. ربنا يخليك يا كابتن. اهلا بيك كابتن ميدو، والحمد لله على سلامتك في ناديك. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك وعزائنا للاهلي طبعا والبقاء لله. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. يعني البقاء قدام الله، يعني في هذا الرجل زي ما بقول لكم، يعني حضر معانا هنا او حضر معايا شخصيا هنا اكتر من مناسبه، كان حاجه جميله جدا، حاجه قمه في الاخلاق. لسه مكلمني اول امبارح بصراحه، سبحان من له الدوام. يعني طيب ندخل في تفاصيل هذا اللقاء. والله انا اتلخبطت،
انا بصراحه اتلخبطت. يعني خبر صعب جدا. انا مش عارف، انا بيقولوا لي والله في الايربيس، انا فاكر يعني الحمد لله، الحمد لله. يعني طبعا للاهل يعني والاسرته يعني كل الصبر والسلوان، ربنا يصبركم، ربنا يصبركم. الراجل يعني ما كانش فيه اي مقدمات ولا كان فيه اي حاجه خالص، هو الموت كده يعني بيجي للناس اللي تبقى عز علينا، والناس اللي اخلاقها حلوه قوي، الناس اللي سيرتها حلوه قوي، الناس اللي كانوا يعني سيرتهم طيبه على كل لسان. ربنا يرحمك وان شاء الله في الجنه ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ خالد العشري الناقد الرياضي بالمساء. يعني انا عايز اطلع من الجو ده. ما تقولوا لنا ايه الاخبار؟ اخبارك الدنيا عندك ايه؟ انت فين في دجله؟ اخبار دجله وقطاع الناشئين؟ تمام الحمد لله. انا مش زي ما انت عارف شغال في وادي دجله فرع اكتوبر واحد هنا مدير الفرع. الحمد لله الدنيا ماشيه بشكل كويس. الشغل مع الولاد الصغيرين بصراحه ممتع، ممكن يكون متعب شويه، بس في الاخر لما بتحس ان انت بتتعب معاهم وتعبك دوت بيجي بنتيجه، لما بتشوف حد بقى حاجه كويسه دي حاجه بتسعدك انت كمدرب او كمسؤول عن مكان. الحمد لله طبعا وجودي في وادي دجله الدنيا ماشيه كويس الحمد لله بخير. الحمد لله. الحمد لله. يعني قبل ما اروح لاستاكوزا دجله عموما، نروح بقى لدجله للفريق الكبير كده بسرعه جدا، ايه اللي بيحصل في دجله؟ ليه الفريق الاول بهذا الشكل؟ الدنيا صعبه جدا، دجله مهدد بالنزول، موقفه صعبه جدا الموسم دوت. المفروض ان هو في بدايه السنه ما مشيش بشكل كويس، البدايات على طول مع الفرق الكبيره مهمه جدا. يمكن وادي دجله الفتره الاولانيه النتائج بتاعته ما كانتش مساعده في حته ان هو يخش في الـ في الـ في الـ ويلحق نفسه بسرعه، والماتشات بتاعته عماله تصعب، كل ماتش بعيد عن ماتش، فيمكن البدايه بتاعته هي اللي عملت كده. كان معاه جهاز فني، انا شايف ان هو جهاز فني محترم كابتن ميدو لما بدا في بدايه السنه. يمكن ميدو كان عايز يشتغل بشغل اوروبي شويه، متهيألي الموضوع دوت هو اللي اثر على الفرقه. ممكن تكون امكانيات الناس اللي موجوده ما قدرتش تساعده على التطوير اللي هو محتاجه، فيمكن دوت هو اللي عمل الدروب في بدايه السنه. يمكن حتى لو ما شفنا كابتن طارق العشري لما جه النتائج مشيت بشكل كويس، برضو المباراه الاخيره مكسبه ده كان مهم جدا في الفتره ديت. يمكن دوت ان شاء الله يديله دافع ان هو الفتره اللي جايه يبدا يخش تاني في المنافسه، ويخش تاني في ان هو يبعد شويه عن الفرق اللي بتصارع الهبوط. يعني ابو المجد ده بروح للاستاكوزا، عشان الاستاكوزا ممكن، انا عارف ممكن يسيبنا ويمشي في الاخر. عامل ايه يا كابتن؟ الحمد لله يا كابتن، هو الخبر بتاع الاستاذ خالد ده بصراحه طلعنا من مود، قفلنا جدا. بقاء الاعزاء الاهلي طبعا يعني، وربنا يصبرهم. انا حتى لقيت الموضوع فعلا، انا كنت نفسي الكلام يطلع، بس طبعا اكدوا عليا خلاص. طمني برضو عليك. انا تمام يا كابتن، يمكن نفس الاداء بتاع الكابتن ابو المجد. طبعا انا في وادي دجله، كان كابتن ابو المجد طبعا موجود معايا في فرع 2، بس راح فرع اكتوبر 1، وانا موجود لسه في فرع اكتوبر 2. كنت كل شويه تقول لي ابو المجد زهقني. مزهقني. فقدرت اتخلص منه، قدرت اتخلص منه. على فكره بيطلع عليا اشاعات كتير والله. وكل ما اجي اقول له عايز اروح مع ميدو يقول لي لا ما فيش. عمري بس انا كنت ممكن بقول له لا عشان كنت عايز اجي معاكم. هو مفهم انه بيعمل ده عشان مصلحتي يعني. الدنيا برضو الحمد لله، هو ساب لك خلاص كل حاجه ومشي. الحمد لله. الحمد لله انت مبسوط. الحمد لله. الحمد لله قوي. طبعا هو حبيبي طبعا جدا بره الشغل، لكن جوه الشغل طبعا لا ما كناش. مش عايز التزام في الشغل يا استاذ. دي حقيقه. انت عايز الدنيا فكه، ومجد الراجل منضبط وراجل عايز يظبط شغله، وانت مش عايز الكلام ده. لا 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 طبعا. لا لا بس هو مفيش حد بيحب الانضباط يعني. هو بالعكس يعني، هو بسم الله ما شاء الله شاطر جدا. حته الريتم بتاعه جوه الشغل والملعب والحاجات ديت، لا شاطر جدا، بس هي الفكره ان هو بيحب يسافر كتير. بيحب يسافر كتير. يعني برضو احمد عايز اخد قبل ما ندخل برضو في تفاصيل الاسبوع ال 22، عايز اخد رايك برضو في نادي دجله والدجله وابو المجد. وقال حاجه يعني هناقشه فيها، وقال طبعا الجهاز الفني كان عايز يمشي بطريقه اوروبيه اللي هو كان احمد حسام ميدو. شايف الموضوع ازاي؟ يعني هو عايز يمشي بطريقه اوروبيه، بس حصل دربكه وحصل لخبطه كتير جدا في وادي دجله، كابتن طارق العشري مش عارف يتداركها لغايه دلوقتي. وهل استخدام الكابتن طارق العشري كان غلط ولا شايف الموضوع ازاي؟ انا شايف ان الموضوع كان بادئ بشكل تسويقي اكتر،
كان في مغامره. يعني انا النهارده ما عنديش فرقه منسجمه لسه، كل اغلب الصفقات صفقات جديده، ومبدا وادي دجله دايما اغلب اللعيبه بتتعرض، يعني بيبقى الدوري بالنسبه لهم بيعرض اللعيبه بتاعته عشان خاطر البيع وكده. الوضع حط اللعيبه تحت ضغط نفسي، فبالتالي حتى كانت بقت فكره التسويقيه نفسها بسبب البدايه، ان البدايه ما كانتش كويسه، فالفرقه من البدايه مش عارفه تجمع بنات، فاتحطت تحت ضغط نفسي جامد. فحتى انا شايف ان الشكل حتى التسويقي ما اتحققش بالشكل المطلوب، لان البدايه ما كانتش مظبوطه، لان انا شايف ان انا النهارده النادي الاهلي شغال دلوقتي بشكل تسويقي، ولكن في بالنسبه له بيحقق بالظبط وماشي كويس. والنهارده انت عندك كام صفقه طالعه بره، وفي فلوس قد ايه داخله للنادي، بس الموضوع مدروس، ومن البدايه انا ماشي في الدوري بشكل كويس وبحقق الهدف بتاعي، فبالتالي عندي المساحه ان انا اشتغل في المنطقه التسويقيه اللي هي دايره دلوقتي. لكن وادي دجله بداها كده، فكان الوضع الطبيعي ان هم ما لحقوش يلموا بناط. والكابتن طارق عشان انا شايف ان جاي طبعا في ظروف صعبه جدا، اللعيبه طبعا مضغوطه نفسيا، النادي في وضع طبعا لا يحسد عليه، نادي وادي دجله كان على طول بيبقى الحصان الاسود في الدوري. طبعا نادي دجله كان دايماً حاجه جميله جدا، كان ناجح من الناحيه التسويقيه. فانا طبعا اتمنى ان هو يعدي من الكبوه دي يا رب ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه. تمام، يعني ارجع لك بقى بمبدا في حته في جزئيه احمد حسام ميدو تحديدا، وبعدين الكابتن طارق العاشر. احمد حسام ميدو كان عايز يعمل حاجه اوروبيه وفريق صغير ويبنيه، لكن اتاخر قوي والاداره صبرت كتير قوي. هل الصبر ده كان في محله ولا كان المفروض يبقى في تغيير؟ هل احمد حسام ميدو كان المفروض يعتذر من فتره، ولا هو ورط اللي بعديه بحسن نيه؟ لان اكيد احمد حسام ميدو مش عايز يفشل، راجل عنده خبرات كبيره جدا في الكوره مش في التدريب. فايه برضه؟ لان اكيد برضه دجله يعني عمل حاجه، عمل اسم في فتره قليله، كان معودنا ان هو دايما من الفرق الخمسه على الاقل بالظبط. فالمربع ده صعب قوي دجله ينزل. يعني بص كابتن، يمكن انا من وجهه نظري في اطار النتائج اللي موجوده فيها وادي دجله، انا شايف ان كابتن ميدو لا، انا شايف ان هو عمل فرقه كويسه. ولما بتيجي تعمل فرقه كويسه من اعمار صغيره ده بياخد وقت. الفكره اللي انا كنت بقولها لك في الاول، فكره الريتم الاوروبي او فرقه، هو عايز يلعب بفكر اوروبي شويه. حته الظهير اللي في القلب اللي هو بيزيد مع نص الملعب، هو كان عايز يطبقه. يمكن انا شايف في الفتره ديت امكانيات الناس اللي موجوده ما ساعدتش على كده. مباريات كتيره جدا الواحد بيتفرج عليها مع وليد دجله، بتحس ان هو بيلعب جيم مفتوح بشكل كبير جدا ورا. اي فرقه بتهاجم بشكل منظم وبتستغل المساحات اللي بين الباك والهاف في الحته التلت الاخير، هو دوت انا شايف ان دوت عمل مشكله. يمكن دوت ساعد بشكل كبير جدا ان الفرقه ما بتستعدش قواها بسرعه. حته ان اللعيبه لما بيجي فيها جون بدري حتى في الفتره ديت ما بيقدرش يعوض، ما بيقدرش يرجع تاني خلاص. انت فتحت الملعب فبيجي عايز يعوض، بتلاقي الجون التاني الجون التالت. فديت كانت عامله مشكله كبيره جدا في الفتره اللي فيها كابتن ميدو. يمكن كابتن طارق عاشر طبعا دخل بعد كده حته ان هو الاداره اتاخرت في التغيير او كده. متهيألي لا، يعني متهيألي الاداره عندنا عشان اداره محترفه، فبتحاول على قد بتحاول على قد ما تقدر ان هي تدي مساحه كبيره للراجل اللي شغال، مش ما بتحاسبوش بالقطعه زي معظم الانديه. فديت برضه كان الهدف منها ان هو يحصل استقرار للفرقه، ممكن الوضع يتعدل في بالظبط في الفتره الجايه الفتره اللي جايه. برضه الدنيا ما مشيتش بشكل كويس في الفتره ديت مع ميدو. هو طبعا الاستاذ ماجد سامي من الناس اللي هي المحترفه اداريا، يعني في كل حاجه بصراحه، وعمل طفره في الرياضه وفي منشآت دجله تحديدا كمان. لكن انا بتكلم ان كان في حاجه باينه ان هيحصل في سقوط لدجله، بس ده اللي انا بتكلم فيه. لكن طبعا الاداره المحترفه هتدي المدرب فرصه كامله كمان، فرصه كبيره، عشان هي البدايات يا يعني كابتن، زي ما قلت لك هي البدايات هي اللي بتبين الفرقه دي ممكن تمشي كويس بالظبط ولا لا. انا بتكلم فيه مقاولين بادئ كويس بالظبط، فلحد ما كان كله شايف ان دجله نازل يا ابو النجم بالظبط، عشان كده بالظبط. عموما ان شاء الله كل التوفيق لنادي وادي دجله. وادي دجله يعني فرقه كبيره جدا ونادي كبير جدا، امتع الكره المصريه. ان شاء الله كل التوفيق ليه.
في عدم نزوله، تبقى كارثة لو نزل وادي دجلة. نروح نشوف بقى الأسبوع ال 22 بتاعنا كابتن أحمد. كنت أنا قلت قبل ما يعني تنوروني، كنت قلت كده أرقام نتكلم فيها بالتفصيل بقى، يعني كانت عدد مباريات الجولة 9 مباريات، 8 مباريات انتهت بفوز إحدى الفريقين، مباراة واحدة انتهت بالتعادل السلبي كانت المقاولون والأسيوطي. نروح نشوف أو نتكلم عن مباراة المقاولين والأسيوطي بالتحديد. مباراة المقاولون والأسيوطي انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1. كابتن استاكوزا أحرز للمقاولين رامي عادل، وأحرز للأسيوطي بيلسون. لو اتفرجت على المباراة، شايف الأسيوطي إزاي بصفة عامة مع علي ماهر؟ أنا شايف طبعا إن في ظل وجود الكابتن علي ماهر، أنا شايف إن في شغل واضح جدا مع الفرقة. فرقة في إمكانياتها المحدودة، فرقة منظمة، أداءها كويس. التعادل، شايف إن التعادل، إن الفرقتين كويسين من الفرق الموجودة في الدوري، ليهم أداء وليهم شكل وشكلهم منظم جدا. كابتن عودة واضح شغله مع الفرقة، كابتن علي ماهر واضح شغله مع الفرقة. المباراة كانت ما بينهم، كانت أنا شايف كان الماتش كان الفرقتين منظمين جدا. ان يخرج الماتش درون، انا شايف ان هي نتيجه عادله بالنسبه للاثنين، مدربين كويسين وفرقتين منظمين. تمام. يعني برضه يا كابتن ابو المجد، المدرب بيبقى ليه لمسه طبعا، مدرب الشوط بيبان قوي. علي ماهر قال للجميع انا مدرب كويس، مع ان كان في علامات استفهام كتير قوي عليه قبل ما يمسك الاسيوط. لا خالص، انا شايف ان كابتن علي من شطارته قدر ان هو يعمل فرقه كويسه في ظل الامكانيات المحدوده المتاحه في نادي الاسيوطي، بدليل ان خرج محمد عنتر اتباع. المدرب الشاطر اللي هو بيحاول ان هو يوظف اللعيبه اللي معاه على قد الامكانيات المتاحه. كابتن علي اشتغل على كده مع الفرقه. برضه حاجه بتميز الفرقه ان اللعيبه الموجوده كابتن، اللعيبه عندها طموح، عايزه تحقق حاجه، لعيب عايز سعره يعلى، عايز يروح نادي كبير، عايز يعمل حاجه كويسه. فيمكن الوداد برضه ما بتوصلش للعيب، لا لازم يبقى في حد بيساعده في كده. يمكن كابتن علي ماهر واضح قوي في شغله ان هو موصل حته الروح ديت، وحته ان هو يبقى موصل للعيب، لازم يبقى عندك طموح بالظبط، طموح وشكل. يمكن من الفرق اللي عندها جراءه هجوميه بشكل كبير جدا، يمكن من اكثر الفرق تقريبا اللي جالها ضربات جزاء السنه دي. بالظبط. فلا يعني حته المدرب اللي هو يبقى بيوصل الفرقه، يبقى عندها الجراءه ديت، لا يبقى ده اكيد ده شغل مدرب بيحاول ان هو يطور في فرقته، بيحاول ان هو يساعد اللعيبه اللي معاه ان هي تحقق احسن حاجه بامكانياتهم. وده اللي انا شايف ان هو ده اللي وصل بيه الكابتن علي ماهر مع الاسيوطي. اكيد. يعني رايحين لتقرير هنشوف فيه شكل عام او شكل الاسبوع ال 22، تقرير صوتي، ونرجع نتكلم باستفاضه مع ضيوف الكرام. يلا يا احمد. البحث عن النقاط الثلاث كان هو عنوان مباريات الأسبوع 22 من بطولة الدوري الممتاز، فقد انتهى 8 مباريات بفوز أحد الفريقين، ومباراة واحدة فقط كان التعادل هو نتيجتها، ألا وهي مباراة الافتتاح لهذا الأسبوع والتي جمعت فريقي المقاولون العرب والأسيوطي سبورت، وتعادل الفريقان إيجابا بهدف لكل منهما، ليضيف كل فريق نقطة في رصيده، ليصل المقاولون للنقطة 31، يحتل بهم المركز السابع، وله مباراة مؤجلة أمام النادي الأهلي. النتيجة الأكبر هذا الأسبوع كانت في آخر مبارياته، والتي حقق فيها فريق المصري البورسعيدي فوزا كبيرا على مضيفه مصر المقاصة ب4 أهداف مقابل هدف، ليواصل المصري نتائجه الجيدة هذا الموسم ويحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، بينما لا يزال فريق المقاصة يعاني من حالة من عدم التوازن، والتي بدأت معه
منذ بداية الموسم، حيث يمتلك الفريق في جعبته 25 نقطة يحتل بهم المركز 13. ثاني أكبر فوز حققه المارد الأحمر بالفوز على مضيفه فريق الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف من دون رد، ليواصل أبناء القلعة الحمراء بقيادة المدير الفني المتألق حسام البدري تصدرهم لقمة الدوري وفي طريقهم للحفاظ على لقبهم المفضل بطولة الدوري الممتاز. هذا ويتربع الأهلي على القمة برصيد 54 نقطة، وتتبقى له مباراة مؤجلة أمام فريق المقاولون العرب، بينما تأزم موقف الاتحاد السكندري الشهير بسيد البلد بعدما اقترب من منطقة الخطر بعد توقف رصيده عند النقطة 22، احتل بهم المركز 14. استعاد الإسماعيلي ذاكرة الانتصارات تحت قيادة مديره الفني الجديد البرتغالي بيدرو، وواصل مطاردته للأهلي على القمة بعد تغلبه على الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، واحتل الإسماعيلي المركز الثاني برصيد 45 نقطة، وتوقف رصيد الإنتاج الحربي عند النقطة 29، يحتل بهم المركز 9. مرة أخرى يعود أبناء القلعة البيضاء لنغمة الانتصارات بعد أن حققوا فوزا مهما على طنطا بهدفين مقابل هدف، ليضيف الزمالك 3 نقاط إلى رصيده الذي ارتفع إلى 36 نقطة، احتل بهم المركز 4. على الجانب الآخر أصبح فريق طنطا في موقف لا يحسد عليه بعد توقف رصيده عند النقطة 21، احتل بهم المركز 15، وأصبح قريبا من منطقة الخطر. في بقية المباريات حقق فريق طلائع الجيش فوزا مثيرا على ام بي بهدف نظيف، يحتل طلائع الجيش المركز 10 برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد ام بي عند 32 نقطة، احتل بهم المركز 6. وتغلب بتروجيتا على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليدخل بتروجيتا المنطقة الدافئة برصيد 28 نقطة في المركز 11، بينما تراجع سموحة للمركز 5 برصيد 35 نقطة. استطاع فريق وادي دجلة تحقيق فوز مهم على مضيفه النصر بهدف نظيف، ورغم الفوز إلا أن وادي دجلة لا يزال في منطقة الخطر، حيث يحتل المركز 16 برصيد 20 نقطة، وتجمد رصيد النصر عند 14 نقطة في المركز 17، ليتأزم موقفه بشدة. بنفس النتيجة بهدف من دون رد تغلب فريق الداخلية على الرجاء، ليحتل الداخلية المركز 8 برصيد 29 نقطة، بينما توقف رصيد الرجاء عند 12 نقطة، احتل بهم المركز الأخير في جدول الترتيب، وأصبح أكثر وأقرب الفرق المهددة بالهبوط. بقي أن نذكر أن الجولة 22 شهدت إحراز 21 هدف بمعدل أكثر من هدفين في المباراة الواحدة، وهو معدل جيد جدا. فكل التوفيق لجميع فرق الدوري الممتاز لتقديم أداء يرضي الجماهير المصرية على اختلاف انتماءاتها. لسه مستمرين معاكم مع نجومي كابتن ابو المجد مصطفى وكابتن احمد حسن استاكوزا، ودي كانت اهم ملامح الاسبوع الـ22 هنتكلم فيه بالتفصيل مع حضراتكم. كنا بنتكلم كابتن ابو المجد عن مباراه المقاولين والاسيوطي، وكنا بنتكلم على الاسيوطي ودور علي ماهر في تغيير شكل الاسيوطي واثبات ان هو مدرب كويس بالادله. طبعا يعني انا شايف النتائج اكبر دليل، فرقه برضو يبقى عندها لعيب مهم زي محمد عنتر ويمشي في نادي ويمشي في وسط الموسم ده الاهداف قدام حضرتك يعني كابتن. هو اللي كان متقدم كمان بالظبط، كان متقدم بالظبط. ده اللي انا بقول لك عليه كابتن ميدو، دي جراءه مدرب بيلعب بره ملعبه بيهاجم، يمكن عنده الجزء اللي قدام وبيلعب المقاولين كمان، بيلعب المقاولين في المقاولين، فعنده الجزء اللي قدام حتى لا لعيبه عندها جراءه مهمة جدا يا كابتن. يمكن على طول كابتن علي يمكن معظم الماتشات اللي بيلعبها هو اللي بيهدف في الاول، حتى الماتشات اللي ممكن بيتغلب فيها او بيتعادل هتلاقي معظم الماتشات هو اللي بيهدف في الاول، ماتشات كتيره برضو بيرجع تاني للمباراه لو مغلوب، فيمكن ديت حاجه بتضاف لكابتن علي، اسلوبه مع الفرقه، تشكيل الروح اللي عاملها جوه الفرقه، دي حاجات كلها مهمه جدا بتساعد على تطوير الاداء اللعيبه وتطوير اداء الفرقه. يمكن برضو
احنا بنقول الدور الثاني صعب جدا لكل الفرق لما البناط بالظبط، فهو يمكن من الفرق برضو من الفرق اللي هي تقدر تجمع بنط بشكل كويس. هو في المركز ال 12 عنده 26 نقطة بيفصله بينه وبين المركز السادس خمس نقاط. خمس نقاط بالظبط، خمس نقاط بالظبط. يعني إنبي عنده 32 في المركز السادس، ست نقاط بالظبط يا كابتن. بس يا كابتن أنا بقول لحضرتك الأسيوطي من الفرق اللي بتقدر تجمع بنط خاصة على ملعبها. يمكن برضه الفرق حافظة ملعبها، الملعب كنس شويه، يمكن ده برضو بيقدروا يستغلوه بشكل كبير. لو لاحظنا حتى الدور الاولاني هتلاقي معظم الماتشات اللي جمع فيها بنط هتلاقي جمع على ملعبه، فدي برضو ميزه قدر يستغلها كابتن علي بشكل كويس. تمام، نروح للمباراه اللي بعد كده كانت بين بتروجيت وسموحه. يعني بتروجيت اقتنص ثلاث نقاط مع مدربه الكابتن طارق يحيى. احرز لبتروجيت شمال سبيكلي في الدقيقه 70 وشمال سبيكلي ايضا في الدقيقه 73، بينما احرز لسموحه طارق طه من ضربه ثابته. يعني بتروجيت كابتن استاكوزا ثلاث نقاط مهمين جدا اكيد طبعا، وهتضيف لنادي بتروجيت كابتن ده الهدف قدامك كده شمال سبيكلي الهدف الاول عكس سير اللقاء تماما. عكس الاداء، بس انا شايف ان كابتن طارق برضو في مع فريق بتروجيت اداؤه دايما شايفين الحته الهجوميه. شايف ان شخصيته طبعا مؤثره في اداء نادي بتروجيت. نادي بتروجيت كان قبل كابتن طارق يحيى كان اداؤه يعني ما كناش بنشوف الحته الهجوميه دي كتير. ما كناش بنشوف شكل في الاداء، ما كناش بنشوف ان الفرقه عايزه من المباراه الثلاثه بونت. الوضعيه اللي هي اتحطت فيها النادي في الفتره الاخيره ديت مع تغيير الكابتن طارق طبعا غير الموضوع بشكل كبير مع النادي. انا طبعا ما اتفرجتش على المباراه كامله، بس شفت ده الهدف الثاني برضه اهو. يعني كان في باد لك المدافعين سموحه برضه شمال سبيكلي بيحرز هدف من بين رجلين ابو جبل. هو طبعا الكابتن طارق بيلعب برضه على قد امكانيات الفريق بتروجيت دايما، عندهم اثنين فراوده سرعة اغلب اللعب عنده بيبقى تحضير دايما على الاطراف او من العمق، وبعد كده بيلعب على اللونجات للاثنين فراوده بيأدوا كويس، بيروحوا على الجون وعندهم جراءه. لا شايف طبعا وضع طلائع الجيش طبعا الفتره الاخيره دي بتروجيت. في المباريات المباراه بتروجيت مع طلائع مع سموحه انا شايف طبعا ان وضع بتروجيت طبعا افضل في الفتره دي، وشايف ان الفرويدين دول مقدمين مع كابتن طارق المطلوب. كابتن طارق ازيك يا ميدو؟ ازيك يا حبيبي؟ منور الدنيا، بتنورنا دايما يا كابتن. يا حبيبي ما تخافش منك، انت اللي منور يا بابا. ربنا يخليك يا رب. معايا كابتن مجدي مصطفى ومعايا كابتن احمد حسن استاكوزا بيسلموا على حضرتك. منورين. ربنا يعزك يا كابتن طارق. يعني عايز ابارك لك على مباراه سموحه، كان مكسب يعني حلو قوي ضاف لبتروجيت، وانا كنت اتكلمت مع حضرتك قبل كده وقلت لك ان شاء الله الموضوع هيبقى معاك، ان شاء الله يجي على ايديك يعني مكسب بيجيب مكسب، وان شاء الله ترتقي لبتروجيت في المكان اللي يستحقها. اعتقد ان الكابتن طارق يحيى بيلعب دلوقتي او مركز على الثلاث نقاط. اكيد طبعا يا ميدو، بحييك وبحيي ابو المجد واستاكوزا طبعا منورين. انت بتتكلم في فرقه كبيره، يعني بتروجيت من الفرق الكبيره اللي كانت بعبع انديه كتيره في الماضي، وبنحاول نرجع السمعه الطيبه دي لفريق بتروجيت. احنا استلمنا الفرقه كان عندنا 17 بونت، موقف كان محرج جدا جدا. بفضل الله الحمد لله قدرنا ان احنا نعدل مسار الفريق بشكل كبير. عملنا بعض التدعيمات المهمه في يناير، ما كترناش قوي يا ميدو، لكن احنا اخترنا لعيبه احنا محتاجينها بالفعل. اكيد بتتكلم في مساك كان مهم جدا، لان طبعا اسلام جمال كان رايح الزمالك شهور خلاص، وكان دبش القضيه بتاعته اللي هي اربع شهور وخد وقف اربع شهور. الحمد لله. بتتكلم في نص الملعب، جبنا ولدين كويسين في نص الملعب الاسماعيلي احمد جمال، وجبنا زولا من نادي الشمس لعيب كويس. وجبنا ولد تحت السن ده يعني بعتبره مفاجاه الموسم ان شاء الله اللي جاي. يعني ممكن ياخد الموسم ده لكنه مش بقدر الكافي، لان هو مواليد 98. هتشوف حاجه محترمه جدا يعني في
الديفندرز، وبعدين جبنا اتشن بونج بصفقه تبادليه مع اسلام جمال وعلاء علي وعمر النجدي. دي التدعيمات اللي جبناها. احنا حاولنا بقدر الامكان، لما انا رحت وشفت حطيت ايدي الحمد لله بفضل على مواطن الضعف والقوه في الفرقه، بس انا ركزت على الضعف قوي، لقيت ان الحته الهجوميه عندنا قليله قوي قليله قوي، الحته اللي مش الفراوده، انا بتكلم على القادمون من الخلف. تمام. فده ركزت فيه، جبت علاء علي وجبت النجدي وجبت زولا فاهمني واتشمبونج، فدول هيعملوا معانا فارق. فالحمد لله يعني يمكن الامور اتظبطت شويه، لكن طبعا لسه مش زي ما انا عايز، لسه بنحاول ان احنا نطور اداء الولاد اكتر. يعني بقول لك ان احنا لما انا جيت لعب 16 مباراه مفيش ضربه جزاء اتحسبت، فجايين بيقولوا لي يا كابتن احنا ما اتحسبناش ولا ضربه جزاء، قلت لهم انتوا ما بتوصلوش ال 18 هتحسب لكم جزاء ازاي يعني؟ اكيد. بس فالحمد لله يعني الامور تطورت، واتمنى ان احنا مفيش شك طبعا ماتش سموحه كان ماتش صعب جدا جدا، بتلعب فرقه قويه جدا محترمه عندها حلول فرديه ما عندها حلول جماعيه، فالحمد لله الولاد تعاملوا بشكل كبير مع المباراه بتركيز عالي قوي، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره امبارح، يعني عملنا محاضره فيديو وعملنا محاضره العاديه بتاعت الماتش يوم الماتش. الحمد لله يمكن 70 80% من الكلام اللي اتقال والكلام اللي احنا شفناه في الفيديو اتنفذ بشكل كبير، والحمد لله يمكن كنا موفقين، يعني الحمد لله ربنا وفقنا بشكل كبير جدا في هذه المباراه. نتمنى ان شاء الله ان الاداء ده يستمر والتوفيق يستمر ان شاء الله معانا باذن الله. وبعدين كمان يا كابتن انت جايب هدفين يعني في الكابتن طلعت يوسف اللي هو يعني ملك الدفاع يعني. كابتن طلعت حبيبي طبعا وكابتننا، بس انا كل ما قابله بقول له انت خلصت كل الديفندرات اللي في مصر، بندور على ديفندرات مش لاقيين. فهو قبل الماتش اللي فات قال لي ما انتش عايز ديفندر، قلت له يا ريت يا كابتن تجيب لنا ديفندر. هو لا هو طبعا كابتن طلعت من المدربين المحترمين، يعني هي كوره وتوفيق وعدم توفيق، والحمد لله يعني معاه تيم ما شاء الله محترم جدا جدا، وتيم يعني من الفرق القويه اللي تعمل لها 1000 حساب سموحه دلوقتي يعني. اكيد. كابتن طارق قعدت يعني قعدت تدوير او التشكيل او توظيف، هقول توظيف شمال سبيكلي تحديدا يعني. أيوة. شمال سبيكلي شايفه احرز هدفين يعني بيلعب كراس حربه صريح، مش شكل شمال سبيكلي. شمال سبيكلي كان عنده مشكله نفسيه ميدو، كان النادي الاهلي طلبه من سنه. وبعدين الولد كان لما انا رحت كان نفسيا متدمر، لان الاداره تقريبا طلبت ساعتها مبالغ كبيره، فالنادي الاهلي تقريبا تراجع او يعني ما حصلش توفيق ما بينه وما بين نادي الاهلي، والولد كان زعلان جدا جدا وكان يتمنى ان هو يروح نادي الاهلي، وانا لو موجود كنت هوديه نادي الاهلي بصراحه يعني، بس ما ينفعش ان انا لعيب يجي له الاهلي والزمالك واقعد انا اوح معاه. المهم فطبعا الولد رحت لقيت نفسيته محطمه جدا، وحكى لي القصه من الاول خالص، انا جبته وحكى لي القصه، قلت له خلاص يا بيكلي انت عايز تمشي انا موافق ما عنديش اي مشكله. وفعلا اول ما استلمت قعد ثلاث ايام غايب عن التمرين باذن طبعا، وقلت له خلاص يا ابني روح شوف حياتك وكده، وجا الايجنت بتاعه كان اعتقد عبد الرحمن مجدي. عبد الرحمن جالي وقعد معايا، قلت له خلاص انا موافق انه يمشي، وانا كلمت الاداره وهم موافقين ومفيش اي مشكله خالص. يعني خدته على راحته، فاهم يا ميدو لما تاخد اللعيب على راحته. انا عارف يا كابتن ان حضرتك بصراحه استاذ في الحته دي. الله يخليك. الولد خلاص يعني انت مش هتقعد واحد مش عايز يلعب، واللعيبه كتير هتجيب لعيبه، انت مسؤوليتك كمدرب ان انت احنا كلنا كنا ايه يعني، انت كنت مثلا لعيب عادي وانا كنت عادي واستاكوزا وابو المجد، احنا حفرنا اسامينا بايدينا، وفي مدرب ساعدك وساعد ابو المجد وساعد استاكوزا وساعدني، كلنا كنا لعيب درجه ثانيه لغايه لما ربنا كرمنا، فكلنا دي وظيفتك انت كمدرب، انك انت مش تتمسك بقى باللعيب ده تقعد بقى تطبطب عليه، لا خالص. وفي الاول وفي الاول والاخر انت انا ما بحتاجه يعني، انا كنت محتاج سبيكلي ومع ذلك قلت لهم اتكل على الله. الولد راح قعد يومين ثلاثه وبعدين رجع لي. طبعا يعني السكك كلها مقفوله. ما اعرفش ايه اللي حصل، جالي قلت له بص هي كلمه، هما كلمتين قدام عبد الرحمن مجدي والله. هما كلمتين، انت جيت لي تركز وتلعب وتاكل النجيله، يا اما هتقعد في البيت الاربع شهور دول ومش تاخد فلوس. لان انت راجل دلوقتي محترف. فكلمته بمنتهى الامانه قلت له انت لعيب مهم بالنسبه لي وهديك وهتلعب، انما هتلعب وانت زعلان وانت انسى موضوع النادي الاهلي، اذا النادي الاهلي عايزك وعايزك دلوقتي انا مستعد اقول لك اتفضل. لو الاهلي عايزك بعد سنتين وانا موجود اقول لك اتفضل، ما عنديش كلام محترم. كلام انما محترم. انك انت تتقاعس او انك انت تتوانى بقى او انك انت تتقمص وتلعب بقى بغير نفس. فالولد خدته على راحته، وبعدين رحت مديله ايه؟
بالجامد يعني. نزل التمرين اتمرن واهلناه بشكل جيد ووظفناه الحمد لله كويس تحت راس الحربه اللي هو الثالث زي عبد الله السعيد كده. بالظبط 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 يا كابتن. الولد بيأديها بشكل كويس ونفسيته بقت كويسه، له فلوس طلعت كان في فلوس متاخره طلعناها ريحناه يعني عارف بنعامله كويس. الامور الحمد لله مستقره معاه واتمنى له التوفيق واتمنى ان هو يبقى يعني بنفس المستوى واحسن، لان هو المفروض ان انت فورمتك بتعلى بقى يعني اكيد بتعلى يعني، فاتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. وهو لعيب نفسي من الطراز الاول خلي بالك كابتن طارق، اكيد حضرتك عرفت مليون في المية. لعيبة كده في تحديد بتاخدها على سوري في اللفظ على حجرك. بالظبط بالظبط، وبتعاملها معاملة مختلفة بتطلع كل الحاجات الكامنة اللي جواه اللعيب. في مدربين او في ناس بتقتل اللعيبة دي، لكن انت طالما مقتنع بقدراته وامكانياته ومقتنع ان هو لعيب كويس، الحتة دي ما فيهاش مش هتقلل منك كمدرب. اكيد يا كابتن اكيد يعني مش هتقلل منك ان انت بتعامل لعيب كويس. هو طبعا ما بتعاملوش معامله خاصه مختلفه عن اللعيبه، لكن في لعيبه زي ما انت بتقول نفسيتها كده طبيعتها كده، فلازم انت تحاول تاخد منهم اكتر حاجه ممكنه، وبالتالي بتجيبه كده وتكلمه وتفهمه بالراحه، ما بتقللش منك كمدرب، بالعكس انت بتكبر اللعيب بتاعك وبتكبر بتكبر نفسك في نظره، هو ده الكلام اللي احنا ماشيين بيه. فالحمد لله جابت نتيجه معايا. هو الولاد لو مش عندوش بقى القدره والكلام كنا خلاص مشيناه، لكن هو الحمد لله بشكل جيد، هو شغال كويس واتمنى له التوفيق، ان هو لعيب بصراحه لعيب مميز ولعيب يفرق معايا التيم الحقيقه. اكيد يا كابتن طارق اكيد. هسال حضرتك سؤال بعيد عن بتروجيت، يعني حضرتك شايف الدوري المصري ازاي، وشايف المنافسه هل بتنتهي بسقوط نادي كبير زي نادي الزمالك، ولا هي حسمت فعلا النادي الاهلي، ولا لسه فيه يعني شكل يعني تاني؟ لا معلش انا ليا بس في السقوط ازاي الزمالك سقوط السقوط احد الانديه الكبيره اهلي او زمالك تحديدا سقوط يعني سقوط في دوري، مش قصدي طبعا سقوط عام. لا يعني سقوط لا يعني هي بعد في الترتيب. لا هو طبعا ابتعاد الزمالك عن المنافسه عن المركز الاول ده بيدي الافضليه للنادي الاهلي. الاسماعيلي طبعا بيحاول الحقيقه بيحاول ان هو يلحق بالنادي الاهلي، لكن الاسماعيلي طبعا عنده نواقص في بعض الاماكن، لما بيغيب لاعب او اثنين بتاثر، فعشان كده الاستمراريه بتبقى مش ما بتبقاش يعني جديه يعني. لكن عموما الاسماعيلي تيم كبير جدا والزمالك تيم كبير والاهلي طبعا تيم كبير، لكن المنافسه انا قلت قبل كده وقلت في احد التصريحات ان النادي الاهلي لما بيركب الجدول ما بينزلش بسهوله فعلا، والنادي الاهلي عنده لعيبه بتؤهله ان هو يبقى الاول، لان هو مش بقول الكلام ده عشان بتكلم بقناه الاهلي. لا يا كابتن طارق ما حضرتك قلت الكلام ده في قنوات ثانيه انا سمعته بوداني. في حاجات يعني حاجات احنا بنشوفها كمدربين، لو ما قلناهاش كمدربين يبقى احنا ما بنفهمش حاجه. لا 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 حضرتك طبعا النادي الاهلي عنده لعيبه لعيبه من كم لعيبه من الخبرات اللي تقدر تخليه يشتغل بشكل جيد. اني طبعا الاستقرار الاداري الاستقرار الفني اللي معمول، اللعيبه الخبرات الكتيره اللي موجوده في النادي الاهلي لو قستها باي نادي اخر هتلاقي النادي الاهلي متفوق في اللعيبه مع طبعا حسام البدري، ما نقدرش نغفل حق الراجل ومجلس الاداره والكلام ده كله سواء السابق او الحالي، لا يعني في دنيا شغاله، لكن انت بتتكلم على استمراريه المنافسه. نادي الزمالك بعد عن المنافسه، الاسماعيلي بيبعد شيئا فشيئا، ولكن بيحاول الناس بتحاول انها تبقى موجوده، لكن طبعا مكسب الاهلي باستمرار ده بيأهله بيخليه ان هو الافضل ويخليه ان هو الاقرب لحسم البطوله مفيش شك يعني. اكيد يا كابتن طارق، يعني متعودين دايما نكلمك وانت كسبان، ان شاء الله تبقى عاده كده على طول تكلمنا وانت كسبان، وان شاء الله بتروجيت يستحق افضل من كده، وان شاء الله معاك يعني يوصل المكانه اللي تليق ببتروجيت. كابتن طارق يحيى المدير الفني نادي بتروجيت، شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا. يعني انا عشان بس انا قصدي اقصد بالسقوط اللي هو السقوط من على القمه يعني، وليس السقوط التام يعني، ان شاء الله شكل المنافسه بيبقى حلو لما يكون في فريقين كبيرين زي النادي الاهلي ونادي الزمالك دايما بينافسوا بعض، معاهم الاسماعيلي معاهم بتروجيت معاهم انبي، لكن السقوط اللي هو السقوط من القمه وليس السقوط الى الهواء يعني، عشان بس ما ياخدش كلامي حد يأوله. احنا قلنا خلاص بتروجيت كسب بهدفين سموحه كابتن الساكوزا كابتن ابو المجد، يعني كان مكسب كابتن طارق اتكلم عليه، كانت فرقه صعبه جدا، كابتن طلعت يوسف مدرب قدير جدا لما يدخل فيها هدفين، انت عارف كابتن طلعت ملك التقفيل تحت، لكن كابتن طارق يحيى لعب زي ما انت قلت على الهجمه المرتده، استغل شمال سبيكلي في شكل جديد، فعشان كده اقتنص ثلاث نقاط زي ما انا قلت. شكرا.
شفت انا قصدي والله كلمه كانت معك. والله انا قصدي انا بس مستني، قلت يمكن تعبان شويه. لا انت كده مركز، انت كده مركز على فكره. لا جدا. طيب نروح لماتش الرجاء والداخليه، كابتن رمضان السيد في الكابتن علاء عبد العال، واللي انتهى بفوز الداخليه في الدقيقه 91. يعني برضو اروح لكابتن ابو مجد بقى، ولا انت عايز تتكلم تاني؟ كابتن ابو مجد. طيب ماشي، كابتن ابو مجد. يعني الرجاء موقفه بيزداد صعوبه، الرجاء في المركز الاخير عنده 12 نقطه، خسر من الداخليه، الداخليه ماشي كويس مع كابتن علاء عبد العال، برضو خساره برضو في الثواني الاخيره. يعني زي ما قلت لحضرتك كابتن، هي الفكره في البدايه الرجاء يمكن انا شايف من بدايه الدوري ده في الدقيقه 90 ده الهدف. لا لا اوكي يعني صدق. يعني انا شايف حتى انا اتفرجت على معظم الماتش، يعني حسيت ان لعيبه الرجاء ما عندهاش رغبه الفوز يا كابتن، ما عندهمش الجراءه حتى ان هو عايز يطلع من اللي هو فيه. الله يكون في عون طبعا الجهاز الفني اللي موجود، كابتن رمضان السيد. كابتن رمضان جه في ظروف صعبه جدا، هو راح يعني زي ما نقول يعني مش عايز اقول بيلعب قمار، لكن هو راح في مأموريه كانت صعبه جدا زمان. يعني انت عارف الكابتن رمضان من المدربين الكبار، اكيد لما بتتعرض عليه حاجه زي كده او اي مدرب كبير بيقبل التحدي، ما بيبقاش قلقان، ما بيبقاش عنده مشكله. الفكره ان مجموعه اللعيبه اللي موجوده يعني لازم يبقى عندها طموح اكتر من كده. فرقه في المركز الاخير بتصارع، كان عندها فرص كتيره جدا ان هي تقدر تعوض في وقت من الاوقات. مش عارف يعني، انا شايف ان هم مش قادرين يطلعوا من اللي هم فيه دوت بسبب قله الخبرات الموجوده جوه الفرقه. مفيش حد بيتكلم، محدش بيلم الفرقه، المواقف الصعبه اللي بتحصل للفرق اثناء الدوري اللي بيلم اللعيبه واللي بيرجع اللعيبه تاني، الخبرات اللي بتبقى جوه الفرقه كابتن. يمكن متهيألي اختيارات اللعيبه في بدايه الدوري او المجموعه اللي موجوده متهيألي ما كانتش موفقه بشكل كبير. ومن الفرقه كابتن اثرت بشكل كبير جدا على الاداء والبدايه والشكل العام لفرقه الرجاء. اتفضل يا استاذ. يمكن يا كابتن برضو من الفرق اللي هي عليها علامه استفهام دايما، بتغير اجهزه فنيه كتير وما بيتغيرش ادائها، وما بتحسش ان برضو كل جهاز فني جاي ما بتحسش ان في اللي عند اللعيبه طموح وفي اللي عند اللعيبه عايزين حاجه. زي ما الكابتن ابو المجد قال، كل مباراه بتشوف نفس الاداء، ما بتشوفش فرقه دايما عايزه تكسب، دايما خايفين من الخساره وخايفين من الهبوط، والكلام ده كابتن من بدري قوي. بس ده هم كسبوا المقاولين مع كابتن رمضان السيد يا ساكوزا، وتعادلوا مع الاتحاد السكندري، يعني كانوا بادئين مع كابتن رمضان بدوا بدايه ان بصها. هو لا ان احنا مش هننزل. بص يا كابتن، يعني ايه برضه طارق العشري بدا اول ما جه ماتشين مكسب، ده بيبقى طبيعي دايما لكل مدرب، دايما بيبقى كل مدرب جديد، كل لعيب في الفرقه بيبقى موجود مع الجهاز اللي قبليه بيبقى حاسس ان هو بعيد، حاسس ان ده مدرب جديد، انا لما هادي في تمريني او هادي في المباراه هبقى موجود، فبتبقى في حاله كده زي ما احنا بنقول اللي هي بتبقى الشده اللي هي في البدايه بس مش اكتر. لكن بعد ماتش والتاني برضه بلاقي الرجاء واخد نفس الشكل، يعني حتى ما بيستفادش من الدفعه الاولانيه الماتش او اتنين اللي بيستفادوا من كل مدير فني او كل جهاز فني بيجي جديد. فدي ما اعرفش، هي دي ممكن تكون حاله في اللعيبه نفسها او في نوعيه اللعيبه، ما عندهمش الحافز بس مش اكتر. عايز تقول حاجه تاني؟ لا يا كابتن تعبان. براحتك. تعبان. بس ايش الشكل؟ مش حتى قايل حاجه جديده. قايل لك اللبس. خالص والله. والله ما قايل لي هو. والله خالص والله. رضا شحاته. رضا شحاته بينقلنا كلنا. لا 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 خالص والله، انا هثبت لك ده بس. هجيبه على التليفون. لا هجيبه على التليفون وهيحرقك قدام الناس. لا 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 ما تجيبوش على التليفون. طيب نطلع فاصل ونرجع نتواصل مع نجوم يا ابو المجد واستاكوزا في هذا الاسبوع ال 22. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في يعني حصاد هذا الاسبوع ال 22. نروح لمباراه، احنا خلاص اتكلمنا عن مباراه الرجاء والداخليه، وقلنا ان موقف الرجاء يزداد صعوبه، وطبعا الكابتن علاء عبد العال ايقونه نادي الداخليه، يعني هو ماشي مع نادي الداخليه خلاص، يعني الكابتن علاء عبد العال عامل بقى زي السمك مش عارف يخرج من النادي وعايز يخرج، فان شاء الله يعني ربنا يكتب له الاحسن. مباراه الاسماعيلي والانتاج
الحربي بدرو اول مباراه لبدرو مع النادي الاسماعيلي كان مساعد مع مستر مانويل جوزيه، ومستر مانويل جوزيه على حد قول بدرو هو اللي قال له روح النادي الاسماعيلي اشتغل فيه. والانتاج الحربي مع الكابتن مختار مختار والكابتن مجدي عبد العاطي، الاسماعيلي يفوز كبير على الانتاج الحربي بهدفين لا شيء يا كابتن استاكوزا. انا شايف يا كابتن ان النادي الاسماعيلي اتفرجت على الماتش ده ولا نعمل ايه طيب؟ نعمل ايه طيب؟ مش انا قلت لك تذاكر الماتشات؟ يا كابتن ما انا ذاكرت وانا دلوقتي انا هتكلم على الماتش. اتكلم اتفضل. انا شايف ان النادي الاسماعيلي يعني استعاد وضعه بعد مباراه النادي الاهلي. انا كنت متخيل ان النادي الاسماعيلي لان ده كان بيحصل دايما في خلي بالك انا هجيب رضا على التليفون برضه وهقول له برضه انت بتقول مش هو اللي اختار لك اللبس. والله ما هو. والله ما هو؟ اه والله. ولا بختار لك حاجه خالص؟ خالص. ملوش دور في حياتي خالص. طب قول له رضا انت اخترت له اللبس ولا لا؟ يعني انا سايبه براحته يا كابتن، انا سايبه براحته يتكلم اعمل ايه بس ده هو. ولا كانك موجود اساسا. احنا معايا الدليل، انا معايا الدليل يا كابتن. ايه الدليل؟ الدليل موجود. كلم لما اشوفك هوريه لك. والله لا والله ما في حاجه. طيب انا مش عايز اقول على الهوا انه بيكذب عليك. طيب نطلع بره شويه الكوره. لا ما خلاص انا قلت هو بيكذب. نطلع بره شويه الكوره يا كابتن رضا. اه بالظبط يا كابتن ميدو، الف سلامه يا كابتن استاكوزا. طبعا الكابتن ابو المجد مصطفى كابتن رضا طبعا بيسلم عليك طبعا، واكيد كل الجماهير الاهلاويه طبعا يعني انت وحشهم كابتن رضا شحاته نجم مصر ونجم نادي الاهلي وحبيب. واستاكوزا كان ماله؟ لا كان تعبان شويه والحمد لله، هو بس ما بيسمعش الكلام كالعاده انت عارف يعني. الحمد لله ربنا هداه دلوقتي بقى بيسمع الكلام الحمد لله، وزي ما انت شايف كده حد كيوت خالص وحد امور يعني بيسمع الكلام. شكرا لك. لبسه ما شاء الله زي ما انت شايف كده برضو كابتن احمد. بس انا سمعت حاجه رضا. قول. سمعت ان هو طالب تعويض. تعويض من مين؟ هو فعلا يا رضا انت اللي حرقت، انت اللي حرقت استاكوزا يا رضا؟ ماليش دعوه والله انا ما حرقتش. انت اللي حرقته؟ غلط. هو اللي بينفذ غلط يا كابتن ميدو والله. طب ممكن يعني القصه بسرعه كده ايه؟ اصل انا سمعت ان هو كان محروق وكان رجليه محروقه جامد ايه؟ مش هينفع القصه، مش هتنفع على الهوا يعني. القصه دي ما تتقالش على الهوا ابدا. طب يعني طب قول لي ايه اللي حصل؟ قضاء وقدر يا كابتن. عشان جميل انت عارف جميل الاهلاويه تستاهل ان هي يعني كابتن تضحك شويه. قضاء وقدر، تضحك على ايه؟ تضحك على الموقف. هو استاكوزا هيحصل. هتحكي ولا خليه يحكي؟ لا انا احكي طبعا عشان اكيد هقول تفاصيل ثانيه مختلفه. بس كنت بشوي بس. بتشوي ايه؟ اه في الفحم وقع عليا. بيكذب. هو كان في الفيديو زمان ده شايف شفت له الصوره على طول، اول ما شفته في المستشفى رحت منزله الصوره على طول عشان يبقى ايه اثبات على طول. ده انا والله لو معايا الصوره دي لاعرضها للناس دلوقتي، يعني انا لو معايا الصوره كابتن رضا هنعرضها للناس. هو فعلا ما فيش حاجه على فكره. مش ماده. يعني الجماهير الاهلاويه مش ماده، مش ماده ما تستاهلش. لا تستاهل ان انا اتحرق؟ لا مش لا. امال ايه طيب؟ مش فاهم. مستاهلش تعرف الموقف ده؟ الموقف اكيد مش هتبسطه. طب ليه؟ ما خلاص هو مجرد ان عارف ان انا اتحرقت كده ومش مبسوط. ايوه بس ده في وش رجلي الاثنين. اتحرقت ازاي؟ اتحرقت ازاي؟ اه دي قصه كبيره جدا طبعا. ليه؟ اتحرقت ليه؟ لا يا كابتن خروج وفسح وحاجات فخد عيني يعني الفتره الاخيره فحصل. والله ما في الكلام ده. لا اله الا الله. طيب يا كابتن رضا عشان نخرج من الموضوع ده طبعا انا مش هسيبه غير لما اخليه يقول القصه يا اما انا هقولها طبعا وهجيبك برضه على التليفون تاني لو هو انكر حاجه. قول لنا يا كابتن رضا شكل النادي الاهلي في مباراه الاتحاد الاخيره كانت يعني شفت الماتش ازاي؟ شفت الثلاثيه اللي احرزها النادي الاهلي ازاي؟ شفت أو شايف نادي الاهلي بيقترب من حسم الدوري الممتاز ولا هو حسمه بالفعل؟ بص يا كابتن ميدو احنا دايما التعليقات زي ما احنا بنقول ان دايما ان انت تحسم البطوله بتحسمها بيبقى فارق النقاط زيرو خلاص يبقى ده البطوله، ولكن انا مش عايز اتكلم عن النادي الاهلي على مباراه الاتحاد. النادي الاهلي بقى له فتره طويله جدا الحمد لله الاداء ثابت الشكل ما بيتغيرش، حتى لما بيحصل تغيير في اللعيبه ما بتحسش ان في حد طلع خالص، تحس ان الريتم ماشي بشكل ثابت، وده نجاح للجهاز الفني والمجلس الاداره وبقول لهم شكرا على شكل النادي الاهلي الجديد. لو احنا بنتكلم على حتى بدانا النادي الاهلي زي ما احنا بنتكلم النادي الاهلي دايما بيبقى سابق بخطوه، حته التسويق بدات تدخل ان هو دلوقتي بدا يمسك العصايه من النص، بقى عندك حاجه بتحافظ على الدوري وبتحافظ على البطولات وفي نفس الوقت بيعمل تسويق خارجي، فده مهم جدا وده ما كانش موجود في مصر قبل كده، ولكن دلوقتي الدنيا اتغيرت ودايما النادي الاهلي بيدي المثل والقدوه في الحاجات دي، فانا شايف ان في حاجات ايجابيه كتير جدا، اداء رجوله، اللعيب اللي بيبقى قاعد بره بينزل بيبقى زي اللي جوه او افضل كمان من الناس اللي موجوده، فدي حاجه كويسه جدا، وان انت كمدير فني تقدر تعمل الملكه دي تقدر تخلي اللعيبه كلها رتمها قريب جدا من بعض، ده نجاح لكابتن حسام البدري والجهاز الفني، وبشكرهم على شكل النادي الاهلي وحاجه
فخر لنا كلنا ان احنا اهلاويه وان الفرقه دي احنا بنشجعها ودايما فرحانه دايما كده. يعني ان شاء الله يا رضا كلام مهم جدا. انا عايزك بقى تيجي بقى علشان نقعد هنا نتكلم كده في التفاصيل التفاصيل. يلا بينا انا جاهز. ويعني ايه الشياكه دي الاولانيه؟ مش لازم تيجي كل ستة يعني، مش لازم تيجي كل يوم ستة واحد. لا انا موجود على طول معاك. طيب ماشي كابتن رضا شحاته يعني نجم الاهلي السابق بيسلم عليك. شكرا جدا ليك كابتن رضا. مش عارف انت بتقلق ليه اول ما رضا بيدخل. مش بقى لما انتوا الاثنين هو ابو المجد. لا ابو المجد طيب. لان طيب؟ ابو المجد لان يعني انا شرير استاكوزا. لا لا مش قصدي يا كابتن، بس انا قصدي انك انت بتتفاعل معاه، هو شرير انت بتتفاعل معاه على طول. انا عايز اقول للجماهير اللي حصل. انت ليه مش عايز تفرح الجماهير؟ يعني كفايه الخبر اللي سمعناه. في بس مشكله. اتفضل ابو المجد. يعني بالرغم اللي رضا بيعمله برضه بيسمع كلامه استاكوزا. ما هو مش يعني معقول برضه بيسمع كلامه طبعا. يعني واحد يقول له فضي الانبوبه يروح رايح مفضي الانبوبه في الجنينه وبعد كده يروح رايح مولع فحم. ما سمعت كلامه ولا ما سمعتش؟ انت حكيت التفاصيل خلاص. انا ما حكيتش تفاصيل. لا يعني انا ما حكيتش تفاصيل. انت بتقول لي ما اسمعش كلام رضا شحاته. انا عايز اقول لك حاجه. واحد يقول لك فضي الانبوبه خالص وفي الجنينه تروح رايح مفضيها وتروح رايح مولع فحم. انت عملت لي مشكله لان انا القصه حكيها لنص الناس بشكل تاني. انت كده خلاص. انت مش عايز تقول اللي حصل؟ يعني استاكوزا يا جماعه والله العظيم بجد ربنا نجام الموت. سرك كبير يا استاكوزا. سر كبير. الجميل الاهلاوي. سر كبير صح؟ اه والله. فعلا والله ربنا نجام الموت فعلا. يعني رضا شحاته بيبان ان هو طيب وجميل لكن هو شيطان. رضا شحاته شيطان صغير كده. قال له استاكوزا احنا هنفضي الانبوبه دي عشان الراجل بتاع الانابيب بيجيبها لنا مش مليانه على الاخر ففضيها ونقول له الانبوبه فاضيه. فاستاكوزا راح واخد الانبوبه مفضيها في الجنينه دفنها في الجنينه فضاها خالص وراح داخل بعد نص ساعة راح محضر الفحم وراح مولع الفحم وهو كانت الولعة عمل الكبريت كده بس. فطبعا كل الدنيا ولعت حوالين استاكوزا والحمد لله ان هو خرج سليم. وبالرغم من كده رضا شحاته راح له المستشفى وصوروا. اقول صورك ازاي؟ لا ما دي بقى اكيد ما فيهاش حاجة غلط يعني اكيد صورني عادي. صورني ازاي؟ بس بتاع صبح ده ايوه عشان رجلي اتنين كانوا مربوطة. يعني صوروا بشكل كوميدي برضه. يعني رضا شحاته مش عايز اقول لكم يعني فالحمد لله ان هو طلع من يعني خلينا بقى في الاشتعال بتاع ال 22. انت مش عايز كلمه فيها اشتعال خالص. انت خلاص كده. خلاص انا اشتعال هطلع اجري. اسمع حاجه فيها اشتعال هطلع اجري. يلا نتكلم عن مباراه الاسماعيلي والف سلام عليك. الله يسلمك يا كابتن. الاسماعيلي والانتاج الحربي برضو 2-0 الاسماعيلي مع فرقه زي الانتاج الحربي برضو نتيجه كبيره. انا شايف طبعا ان هي في ظل الوجود الجهاز الجديد انك انت تستعيد الانتصارات في فترة القصيره دي بعد مباراه الاهلي وبعد الوضعيه اللي كان موجود فيها. انا شايف ان هو من السهل قوي ان النادي الاسماعيلي يتحط في الوضع الطبيعي بتاعه. النادي الاهلي او وضعيه النادي الاهلي عامله حاله في الدوري كده لاغلب الفرق المنافسه ان هو لما النادي الاهلي زي ما كابتن طارق يحيى طبعا قال ان النادي الاهلي لما بيتصدر ما بينزلش بسهوله. ففي ظل الوضع دوت ان النادي الاسماعيلي يرجع تاني للانتصارات في الفتره القصيره ديت فانا اعتقد ان دي ممكن تكون بصمه او روح جديده من عاملها المدرب في بيدرو في وجوده دلوقتي. وانا احب النادي الاهلي وبتمنى النادي الاهلي خير ولكن انا اتمنى طبعا النادي الاسماعيلي يرجع لوضعيته ونرجع نشوف كوره كويسه. عنده لعيبه كويسه، عنده فرقه كويسه. اعتقد ان طبعا بعد ترشيح مستر مانويل اكيد مدرب كويس. اتمنى ان هو يكون له بصمه ويستغل الخامه الكويسه اللي موجوده في نادي الاسماعيلي ونشوفه الفتره الجايه بشكل كويس لان معنى ان هو يرجع في الفتره القصيره دي اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله هنشوف اخر اسابيع دي احسن ان شاء الله باذن الله ويكون فيها صاره اكتر. يعني اكيد الاسماعيلي في المركز الثاني حضراتكم طبعا عارفين برصيد 45 نقطه والانتاج الحربي في المركز التاسع برصيد 29 نقطه. كابتن ابو المجد يعني عايزين وقتنا بيجري مننا عايزين نلخص النتائج عشان نروح لمباراه الاهلي والمقاولين او شكل الاهلي بصفه عامه ومعانا احصائيات كمان هنعرضها للساده المشاهدين ومعانا كمان تقرير هيشوفوها مباراه الطلائع وانبي. طلائع الجيش كسب انبي بهدف في الدقيقه 92 بالظبط. طبعا كابتن يعني كابتن حلمي طولان يمكن من ساعة ما تولى مهمة طلائع الجيش انا حسيت وانا بتفرج على الفرقة حسيت ان في شكل منظم. يمكن كابتن حلمي في طبيعة او اسلوبه بيحب اللعيبة اللي معاه تكون ملتزمة جدا تنفذ طريقة اللعب زي ما هو ما بيقول.
حته ربط الدفاع بخط النص بالهجوم كابتن حلمي بيشتغل عليها كويس جدا في الفتره ديت. اللعب بيعتمد على اللعب الجماعي. كابتن حلمي برضه ما عندوش حته النجم الواحد، لا بالعكس انا ببقى شايف في معظم الفرق اللي بيجيبها بيحاول ان هو ينوع ويبقى معاه مجموعه لعيبه تحقق له طريقه اللعب اللي هو محتاجها. انا حسيت في المباراه حتى وانا بتفرج على الماتش طلاع الجيش، انا حاسس ان كابتن حلمي كان يعني او الفرقه طلاع الجيش هي اللي عندها الرغبه. ده الهدف اهو، هدف حلو قوي. هدف حلو قوي يا ولد، يعني يا ولد. بعيد جدا. مؤمن ابراهيم بتروح بالشكل دوت. لا حاجه محترمه. ده اللي انا بقول لك عليه، حته الروح اللي كابتن حلمي بيحطها في اللعيبه وروح المكسب. دي برده من صفاته. شايف انبي برده عنده مشكله حته تذبذب المستوى شويه. بيكسب ماتش، بيتعادل ماتش، بيخسر ماتش. يعني ده مش انبي، مش انبي اللي احنا متعودين عليه. يمكن الشكل اختلف شويه في الفتره اللي تولى فيها كابتن ايهاب جلال كارت الفريق. لكن انا شايف ان الموضوع بقى صعب جدا شويه للانبي. يمكن الفتره الجايه انا متهيألي هيبقى في تغييرات في الجدول بشكل كبير. الدور الثاني بادئ بدايه قويه جدا. ممكن انبي ما يبقاش في المركز السادس لو فضل كده. لو فضل كده طبعا الجمهور هتصعب عليه بشكل كبير. كل التوفيق للكابتن طارق عبد الله، يعني مدرب نادي انبي، ان شاء الله يطلع بفريق انبي في مكانته الطبيعيه. وكل التوفيق ايضا للكابتن حلمي طولان مع طلائع الجيش، كان مكسب مهم للكابتن حلمي طولان. الاتحاد والاهلي يا كابتن احمد، الاهلي اقتنص 3 نقاط بفوز عريض، فوز مقنع، فوز مستحق، غياب كامل لنادي الاتحاد السكندري، ولكن بفضل تألق لاعبي النادي الاهلي كلهم بصراحه، بالرغم من الاصابات اللي حصلت لعلي معلول، ايمن اشرف، بعد كده احمد فتحي باك ليفت، يعني حاجه. اتكلمنا في الماتش مع ضيوفي الاستوديو اللي فات، كباتن كبار كابتن ربيع ياسين، وكان كابتن عادل، وكان الكابتن شريف، يعني اتكلمنا باستفاضه، لكن برضو اعرف رايك. كابتن، النادي الاهلي حاله خاصه، يعني كابتن حسام البدري محقق حاجه غريبه جدا، وهي يعني ممكن تكون علامة استفهام بالنسبة لناس كتير. ثبات في طريقة اللعب برغم من التغيير على طول في التشكيل كل مباراة، سواء كان عن طريق ان في بعض لعيبة كتير ولعيبة من أعمدة وأساسية في 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 الدوري السعودي او في الإصابات. حصل تغيير في الملعب اكتر من مرة المباراة اللي فاتت، دخول محمد هاني، دخول اشرف، احنا مش شايفين في تغيير في الأداء في الملعب خالص، نفس الشكل وبنفس الأداء في الملعب. دايما اللعيبة حتى البديل هو عارف هو عايز ايه، وعارف المتطلبات المباراه ايه، هدف واحد. ثبات في طريقه اللعب بشكل غريب، برغم ان التشكيل متغير اكتر من مره، وبيتغير في مباراه واحده، يعني بيتغير في المباراه اكتر من مرتين. الهدف الاول هو بطوله الدوري، اللي نازل البديل نازل يعمل دور اللي كان موجود، مش حاسين باختلاف، مش حاسين بان في صفقات طلعت بره، مش حاسين باصابات في الملعب. ودي حاجة يعني تتحسب للكابتن حسام البدري في الشغل الفني طبعا. أكيد ده كله شغل فني أكيد. تمام، أكيد طبعا. الأهلي عارفين أنه في المقدمة برصيد 54 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز الـ14 برصيد 22 نقطة، والاتحاد السكندري بيعاني برضه، نادي كبير جدا. سؤال كابتن ميدو، يعني من دي الأهداف قدامك يا كابتن أحمد، وليد أزارو يعني حاجة جون عالمي، وليد أزارو بسندة بسبرنت، ثلاث أهداف يا كابتن ليه دور فيهم، ثلاث أهداف ليه دور فيهم بالظبط. الهدف دوت يمكن هدف مميز بالنسبة لوليد أزارو، لأن في استلام، وفي بعد الاستلام في حضر نفسه. كان الأول دايما وليد أزارو بيتصرف في الكور دي من مرة واحدة وبسرعة، الاستلام طبعا رائع في سكته وهو رايح ومهد وحط واحدة. تحركات، الثلاث اهداف ليه دور فيها. الهدف بتاع عبد الله السعيد بالتحرك بتاعه فضه تماما لعبد الله السعيد، حاول على الكره الاولى مره واثنين، وبعد كده برضو عمل تحرك من قدام عبد الله السعيد. عبد الله السعيد عمل الاوجيه ضغط 3 مرات بالظبط كده، استخلص الكوره. والهدف الثالث لما فضل عبد الله السعيد بالظبط كده، حتى في الكره كابتن ان هو ضغط في المره والثانيه، بعد ما قطع
او بعد ما تسبب في ان هو قطع برضه عمل تحرك. بص الضغط اهو مع يعني طبعا نفكر الساده المشاهدين. كابتن احمد اتفضل. بص يا كابتن هنا ضغط وادي الثانيه وبعد كده بص التحرك بتاعه كابتن. بص التحرك بتاعه خد انتباه اثنين هنا عشان يفضي واجي حط عبد الله السعيد. طبعا حاجه جميله. الجون الثالث زي ما انت قلت راح فضه خد المدافع وفضل عبد الله السعيد في ظهره خالص عشان عبد الله يحرز هدف برضو من تمريره. هو سؤال برضو كابتن انت انا لعبت في نادي الاتحاد وانت لعبت في نادي الاتحاد وتحطينا في نادي الاتحاد اتحط في الوضعيه دي كتير. يمكن نادي الاتحاد من الانديه الكبيره انديه عنده استقرار النادي عنده استاد محترم نادي عنده جماهيريه دايما تحط النادي الاتحاد تحط في الوضع ده. ويمكن انا كان في سيزون كنت انا موجود فيه ويمكن انت برضو كابتن ميدو كان في سيزون موجود فيه ما بنعرفش ايه السبب في انك انت دايما بتيجي في اخر الموسم تبص تلاقي عندك نزيف نقط جامد قوي ومهدد دايما بالهبوط او بتتحط في الوضعيه دي. دايما انا السؤال دوت ما عنديش اجابه عندي. انا عارف بصراحه ايه السبب بس ما ينفعش اقوله على الملأ كده. وليد ازارو الصاروخ الاهلاوي الجديد والذي يعني يقترب بشده من هداف الدوري الممتاز احرز هدف وزي ما الكابتن احمد حسن السكوزا قال عمل شغل كبير جدا في الهدف الثاني والهدف الثالث. نطلع نشوف تقرير عن صاروخ النادي الاهلي وليد ازارو. الفهد المغربي وليد أزارو يغرد في صدارة هداف فريق الكرة بالأهلي برصيد 11 هدفا وينافس بقوة على لقب هداف الدوري بفارق هدف وحيد عن الغاني جون أنطوي. هو ما يسعى إليه خلال المرحلة المقبلة بعدما بات مرعبا لحراس المرمى والمدافعين الذين يعملون له ألف حساب وذلك لسرعته ومهارته وانقضاضه القوي على الكرة. المغربي وليد أزارو انتقل من مرحلة حيرة الجماهير في بداية انتقاله للأهلي إلى مرحلة الإعجاب. أصبح يبحث عنه الجميع داخل تشكيل الفريق الأحمر. لم يتوقف الأمر عند الجماهير بل إن مدرب الأندية المنافسة يعملون له ألف حساب. انتقل أزارو من مرحلة الإقناع بإمكاناته بعد إهداره العديد من الفرص أمام مرمى المنافسين إلى مرحلة الإبداع. تخطى دوره مرحلة هز الشباك إلى صناعة الأهداف لزملائه خاصة أنه انسجم سريعا في صفوف الفريق وبات وكأنه أحد أبناء القلعة الحمراء. الجهاز الفني للأهلي وعلى رأسه حسام البدري كانت لديه ثقة كبيرة في الهداف المغربي ورفض الانتقادات التي كان يواجهها أزارو بسبب إهداره العديد من الفرص كما رفض رحيله لأحد الأندية التي طلبت ضمه وعلى رأسها مونبلييه وديجون الفرنسيين إلى أن أصبح اللاعب مصدر خطورة على مرمى المنافسين وأحد أهم لاعب الفريق الأحمر في الوقت الحالي. الأرقام يا سادة لا تكذب تؤكد تفوق الفهد المغربي الذي نجح في إحراز 18 هدفا مع الأهلي في كل البطولات التي شارك فيها ما بين الدوري والكأس والبطولة الإفريقية وعلى رأسها الهدف الحاسم في مرمى المصري البورسعيدي الذي أهدى به بطولة السوبر لجماهير القلعة الحمراء ليكون أول لاعب أجنبي يسجل في مباريات السوبر مسجلا أول بطولة له بقميص الأحمر ليدخل الهداف المغربي التاريخ الأحمر من أوسع أبوابه. وليد أزارو لما سألته يا وليد أنت ما بتفرحش ليه بعد الأهداف بتاعتك يعني خصوصا أنت بدأت تحرز أهداف حلوة جدا وتفرح جميع النادي الأهلي قال أنا بزعل قوي لما جميع النادي الأهلي بتنتقدني ويقولوا أن أنا ما بجيبش أهداف على طول أو أن أنا يعني بضيع فرص سهلة. جميع النادي الأهلي لازم تبقى سند في ظهري ولازم تبقى هي اللي سنداني قوي 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 فعز ما أنا واقع وأنا لسه جاي محترف جديد ومحتاج دعمهم عشان كده ما بفرحش عايز أجيب أهداف كتير وأهداف كتير لغاية لما كل الجماهير تقول وليد أزارو هو هداف النادي الأهلي ويبقوا فرحانين بيا وساعتها هضحك. وكان رد مقنع جدا من وليد أزارو. لازم ندعم وليد أزارو يا جماعة. وليد أزارو لسه أول مرة يحترف عنده 21 سنة لعيب صغير لعيب جايب 11 هدف لعيب سريع جدا لعيب مشاغب جدا لعيب رخم جدا بلغة الكورة زي ما قلت لكم في الأول هيبقى هداف كبير قوي النادي الأهلي خصوصا كمان لما جاله صلاح محسن. ان شاء الله كل الدعم لكل لاعيبه النادي الاهلي بلا استثناء. يعني النادي الاهلي ابو المجد بيواصل
بيلعب الدوري الممتاز وبيوصل يعني توسعت النقاط بينه وبين النادي الاسماعيلي، وده المفروض النادي الاهلي يعمله، وده دايما قدر النادي الاهلي. كابتن باذنك بس هرجع لوليد ازارو. اتفضل. انا شايف ان فاكر لما كنت معاك هنا في بدايه الدوري وكان كم الانتقادات بتلاحق وليد ولا فيرويد اقل من ان هو يلعب في النادي الاهلي للاسف طلعت نجوم كمان اتكلموا على وليد ازارو بالظبط. انا يمكن انا فاكر كلمتي معاك هنا في نفس المكان يمكن حتى حللت تحركاته واستلامه وسرعته وقوته وحته تواجده في المواقف اللي بتبقى موجوده على الجول. دي حقيقه. قلت لك هي الفكره كلها محتاجه ان ثقه الاهداف تجيله. هتلاقي الامور مشيت معاه بشكل كويس، هتلاقي التوفيق والجراءه على الجول هتشتغل. والحمد لله رب العالمين من اول مباراه اول جول جابه يمكن من بعديها بدا الدنيا تمشي معاه بشكل كويس. انا شايف ان هو لعيب كويس قوي، فيرود هايل تحركاته استلامه حتى الاسيست لزمايله بيعمله بشكل كبير جدا. يمكن في الماتش اللي فات هو ساعد بشكل بالزبط. كبير جدا ثلاث اهداف بالظبط. تحركه بان هو بيخطف في عين الناس، ان هو بيحاول يخلي الناس كلها بتركز عليه، هو اللي هيجيب الجول. بتلاقي بيفضل زميله، الكره تلعب لحد تاني. فانا شايف ان هو لا فيرود مميز. بعدين مميز جدا. انت بتهاجم فيرود من ضمن الثلاث هدافين بتوع الدوري، يعني انت بتهاجم فيرود عنده 11 هدف، بتهاجم فيرود عامل مثلا حوالي 8 او متسبب في 8 او 9 ضربات جزاء، عامل كتير قوي اسيست. في حته عدم التوفيق لان هو بيوصل كتير للجون، ودي حاجه بتخليه دايما الغلطه بتبان، لان وليد ازارو على طول يا اما في وضع انفراد، يا اما في وضع مواجهه مع الجون، يا اما في عرضيه متواجد. وده سببه دايما ان هو بيتحرك تحركاته كتير قوي، متواجد على طول. متواجد على طول. احنا دايما بنقول الفرود اللي بيروح للجون كتير هيجيب كتير بالظبط. لكن في فرود يعني في فرود يا جماعه ما تحسش بيه اساسا، لكن وليد ازارو بتحس بيه على طول. هو ممكن وليد ازارو لو هو عايز بقى يعني يقول لك لا خلاص طالما الناس بتنتقدني انا ممكن ما اروحش كتير للجون، ممكن اقف على واحده متاكد منها، لكن هو دايما بيحاول دايما بيروح. ودي شخصيه لاعب يا كابتن، يعني كان اي لعيب مكانه كان ممكن يقع بمنتهى السهوله بسبب كل الضغوط اللي هي بتحصل حواليه دي، كان ممكن يقع بمنتهى السهوله، لكن هو كمل وهو اداؤه كويس وله دور في كل المباريات. مفيش مباراه ملوش دور فيها بدري على اصراره طبعا. يعني دي برضو بتدي اللاعب الثقه. يعني لو المدرب بيبقى مصر على اللاعب، اللاعب نفسه بيبقى حاسس ان كابتن حسام خلاص الثقه كبيره، فلا انا لازم اجتهد ولازم اعمل الحاجه اللي هتنجحني ان شاء الله. بالظبط بالظبط. ده كان وليد ازارو قدام حضراتكم اهدافه اللي احرزها مع النادي الاهلي. زي ما قلت لحضراتكم وليد ازارو لعيب مهم جدا، لعيب لازم كل الجماهير الاهلاويه تدعمه. زي ما قال الكابتن ابو المجد ان النادي الاهلي او الكابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي بيدعم وليد ازارو جامد جدا واداله جامد جدا وفي ظهره جامد جدا. لكن عشان تعرفوا قيمه الجمهور وعشان تعرفوا قيمه رايكم على اي وسيله من وسائل الاتصال، فيسبوك، تويتر، حد اي حاجه، الجرايد، اي حاجه من وسائل الاتصال، عشان تعرفوا قيمه رايكم. اللاعب متاثر باراء الجماهير، يعني حتى لو الثقه كبيره جدا من مدير فني بتاعه، لكن هو عايز جمهور، هو اهم حاجه عنده جمهوره يدعمه. ودي حاجه يعني حاجه انا بصراحه احترمتها قوي فريد ازارو. لما قلت له انت ليه ما بتضحكش، قال لي انا عايز كل الجماهير تدعمني، انا عايز اجيب اهداف ترضي الجماهير، ولما الجماهير تقول احنا خلاص عندنا راس حربه قوي جدا انا ساعتها هضحك لما اجيب هدف. بالنسبه لنادي الاتحاد السكندري، عشان احمد حسن السكوزه قال لي انت ليه ما بتقولش، نادي الاتحاد السكندري بيفتقد حاجه مهمه جدا جدا جدا، هو ايجاد اللاعب المحب فعلا لنادي الاتحاد السكندري، وليس ايجاد اللاعب او التعاقد مع اللاعب اللي هو عايز يعمل نادي الاتحاد السكندري ترانسفير بالنسبه له، او نادي هروح العب فيه شويه عشان العب في نادي تاني. لا، نادي الاتحاد السكندري او مدينه اسكندريه يعني تستاهل ان اللعيبه اللي يروحوها لعيبه يكونوا محبين جدا لهذا النادي الكبير وهذه المدينه اللي بيعشقها كل المصريين، مدينه الاسكندريه. نروح لماتش الزمالك وطنطا.
اتفرجت ولا ما اتفرجتش؟ انت حيرتني. انت كل شويه بتبص لي يعني اتكلم ولا اسكت؟ لا اتكلم يا كابتن، خد راحتك. اقول السؤال ده لابو المجد؟ لا لا ليه يا كابتن؟ لا نادي الزمالك طبعا، احنا برضه متابع نادي الزمالك طبعا. طبعا بصرف النظر استاذ، يعني بصرف النظر، يعني كويس ان انا افتكرت، بصرف النظر ان احنا بنقعد نعاكس بعض بقى على الفيسبوك ونقول مثلا الزمالك ومش عارف، وبنقعد نضحك ان احنا بنكسب كاهلاويه يعني، لكن انا بصراحه لا، انا نفسي الزمالك يرجع ويرجع بجد، لان الزمالك لما يكون في منافسه على طول مع النادي الاهلي والاهلي في منافسه على نادي الزمالك بقى في طعم للكره المصريه طبعاً. وده بيعود في الاخر على المنتخب المصري بلعيبه بيكونوا جامدين جدا جدا، فبعد نادي الزمالك عن المنافسه، وان كان احنا كنا بنقعد نهزر وبتاع، لكن طبعا ده مجرد تهريج لا يتعدى الهزار فقط، لكن كل الاحترام نادي الزمالك، وعايزين فعلا نادي الزمالك يرجع ينافس وينافس بقوه كمان النادي الاهلي. اتفضل يا طبعا كابتن. انا بضيف لكلامك، طبعا احنا كلنا بنتمنى الاحترام لنادي الزمالك، واحنا الكلام دوت حتى احنا بنهزر فيه مع زمايلنا في نادي الزمالك، مفيش اي مشكله، وهم ما بيسيبوناش يا احمد برضه، ده احنا بنتعادل ما بيسيبوناش. لا دي حقيقه. فطبعا الموضوع ده ملوش علاقه خالص، هي منافسه جميله بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك، وبنتمنى نادي الزمالك يرجع لوضعه، ونادي الزمالك نادي كبير واسم كبير. طبعا انا كان كابتن ايهاب جلال في ادائه مع النادي الزمالك، يمكن انا كان من وجهه نظري الشخصيه لطبيعه اداء كابتن ايهاب جلال، ان هو كابتن ايهاب جلال دايما بيلعب الكوره دايما من تحت، بيلعب الكوره منظمه. احمد عشان نفكر الناس بالاهداف برضو، بالاهداف. هي طبعا فرقه طنطا، انا كمان فرقه طنطا من الفرق المحترمه، ومن الفرق اللي عندها خط هجوم، وخط هجوم محترم جدا والاطراف كويسه، بس طبعا خط الظهر شويه يمكن مسؤول في المباراه دي. كابتن ايهاب جلال هدف عماد فتحي يا كابتن. هدف جميل قوي بصراحه، هو جون مخطوفه في الضيقه، بس من عرضيه. ويمكن دي من يمكن شويه من الحاجات اللي هو لجأ ليها كابتن ايهاب جلال، ان كابتن ايهاب جلال كان دايما بيدابوا دايما اكتر من العمق، وبيعتمد تحت دايما على التلت اللي تحت، يجي من الكره من التلت اللي تحت. لكن نادي الزمالك قابل مشاكل كتير قوي في طريقه اللعب، لان في اهداف كتير قوي جت في نادي الزمالك، او في فرص كتير قوي عملت مشاكل نادي الزمالك بسبب التحضير من تحت. وده هدف نانا بوكو. هي التغطيه برضو بتاعت الباك دي كانت غريبه قوي، غطى عمل عمق كبير قوي، وحارس المرمى طلعه سهل الجون قوي. يعني سهل الموضوع جدا، حتى ما خلاش ان الباك يلم غلطته، يعني طلع خلى اتفضل استكوز. كان ليا بس تعليق على طريقه حمدي. أيوة. يعني ده طبعا بص هنا يا كابتن، هنا ده لعيب بص هنا العمق يا كابتن اللي اتعمل هنا قد ايه؟ لا هو عمق كمان، وكان في بعد لما كان راح يقابل مفيش داعي الحارس مرمى يخرج كان اصلا، كان في ذكاء كمان من انا بكوه قطع تمام قطع. بس يا كابتن بص على الثلاث لعيبه اللي راجعين بظهرهم، بدايه من الباك ليفت راجع عامل ازاي؟ يعني كوره هجمه مرتده وانا برجع بالشكل ده. طبعا التحرك الاولاني لنانا الطبيعي، انا كمدافع خروج، انا كمدافع دي الهجمه من الاول، ما ينفعش اعمل عمق بالشكل ده كابتن، دي الهجمه. يعني بص يا كابتن، هو فضل يرجع معاه بالظبط، يعني هو في اللقطه الاولانيه هو ما شافوش، هو كان في ظهره، هو اتورط خلاص بالظبط، مش هينفع يصحح موقفه بالظبط، لان انا كمان قطع عرضي ما قطعش طولي. نفس الاخطاء برضه بالظبط يا ولد. هدف حلو السرعات يا كابتن في المساحه الفاضيه، هدف حلو طبعا. ده سيف الدين الجزيري، ده برضو محترف. يعني كل التوفيق نادي الزمالك، وكل التوفيق نادي طنطا، ان شاء الله نادي الزمالك يرجع مع كابتن ايهاب جلال. كابتن ايهاب جلال مدرب كويس قوي، مدرب قدير جدا جدا، لكن انا قلت قبل كده وبقول ان كابتن ايهاب جلال الشكل او الدوافع اللي كانت اللعيبه بتقابلك بيها وحضرتك في مصر المقاصه او حضرتك في انبي، غير الشكل اللي هيقابلوك بيه وانت في نادي الزمالك، بيختلف تماما. لو الدوافع عندهم كانت 70 80% في نادي ضد انبي او ضد المقاصه، تبقى مليون في الميه ضد نادي الزمالك. وده يعني اللي الضريبه اللي بتدفعها الانديه الكبيره زي الاهلي والزمالك، دايما اللعيبه بتبقى عندهم دوافع كبيره جدا جدا ان هم يلعبوا الاهلي والزمالك. فممكن يكون الحته دي حضرتك مش واخد بالك منها. كل التوفيق لنادي الزمالك ان شاء الله، وكل التوفيق لنادي طنطا. المباراة الأخيرة مباراة مصر المقصة والمصري البورسعيدي، وهزيمة كبيرة جدا جدا لمصر المقصة مع الكابتن حسام حسن المدرب أو المدير الفني للنادي المصري، 4 أهداف مقابل هدف واحد. اتفضل. نادي المصري كابتن، يمكن من بداية المباراة هو اللي محسسك أنا عايز أكسب. الدوافع اللي عنده أعلى من المقصة. هو عايز يقرب من المربع الذهبي،
عايز يبقى موجود في المنافسه، عايز اقرب من النادي الاسماعيلي شويه. يمكن الجولين اللي جابهم من النادي المصري، المصري فعلا في المنافسه بمجد 41 نقطه في المركز الثالث. فيمكن دي الحاجات اللي بيلعب عليها كابتن حسام حسن وبيحاول يحفز اللعيبه بالشكل دوت. عندنا يمكن الجولين اللي جم في اول ثلث ساعه ريحوا الدنيا، يمكن فتحوا الماتش. وادي المقصه كان في المباراة متهيألي ما كانش عنده أي دوافع للمكسب. اللعيبة ما كانش هدف حلو قوي كمان بالظبط. اللعيبة ما كانش في حالتها. سهلوا المأمورية بشكل كبير جدا لفريق النادي المصري إن هو يوصل ويهدف. المباراة متهيألي كان يعني هي خلصت من بداية الشوط الأولاني. الشوط الثاني نادي المصري حتى نادي المقصة ما حاولش إن هو يعوض أو إن هو يرجع بالظبط. كنت لسه اقول لحضرتك كده، يمكن نادي المقصه بقى له فتره لغز لغز كبير جدا. دي مش الفرقه اللي احنا متعودين عليها، اللي هي بالذات في منطقه الظهر يا كابتن، وبالذات في منطقه الظهر. يعني عمر ما نادي المقصه كان خط ظهره او الشباكه بتستقبل كميه الاهداف دي بالشكل دوت. وبعيدا عن الاداء، حتى المباريات اللي بيحصل فيها اداء كويس من نادي المقصه لازم تلاقي اهداف كتير بتخش نادي المقصه. يعني لو بيجيب جونين يخش فيه ثلاثه، فطبعا دوت جديد على نادي المقصه. بالظبط يا كابتن. فيمكن هو ما اقنعناش في المباراه ديت ان هو عايز يرجع تاني او ان هو عايز يعوض. المأموريه كانت صعبه جدا على اللعيبه. دي سهلت من مأموريه نادي المصري ان هو يخلص المباراه بدري ويستحوذ على الثلاث نقاط بمنتهى السهوله. معظم اللعيبه اللي موجوده في المقصه زي ما قلت ما كانوش في حالتهم. اخطاء دفاعيه واضحه جدا للمقصه. التمركز والتحرك والاعتماد على بعض في بعض الكرات يمكن ديت تسببت في عدم التركيز في ان هو يقفل بشكل كويس الملعب، يقفل على لعيبه النادي المصري بشكل جيد. لكن النادي المصري يستحق المكسب بشكل كبير جدا. يعني النادي المصري احنا قلنا في المركز الثالث برصيد 41 نقطة، ونادي مصر المقصة في المركز الثالث 10 برضو، دي من الأندية اللي عليها علامة استفهام برصيد 25 نقطة. دي برضو كانت فرقة بيمرنها الكابتن إيهاب جلال، وكان عامل معاها يعني طفرة بصراحة. ولما راح إنبي عمل طفرة، لكن لما راح الزمالك الدنيا لسه مش ماشية معاه كويس. بس الشكل كان أفضل، يعني الشكل زي ما انت قلت كده يا كابتن ميدو افضل بكتير، حتى هو مغلوب بقى افضل بالظبط كده. زي ما انت قلت كده يا كابتن ميدو، هو المشكله هي فعلا اختلاف الدوافع بس كده. يعني تمام. دي طبعا كانت اهداف في النادي المصري: محمد حمدي، احمد جمعه، محمد مصطفى شطا، وارسلت بضربه جزاء. يعني دي كانت اهداف المصري، وصلاح عاشور احرز لمصر المقصه. عايز اقول لكم ان الاهداف اللي احرزت هذا الاسبوع منها 10 اهداف سجلها محترفين. شميلس بيكلي جاب هدفين، وشلونجو الاسيوطي، ونضاي لوادي دجله، وهدف هدفي ازارو واجاي للنادي الاهلي، وهدف كالديرون للنادي الاسماعيلي، وهدف نانا بوكو للنادي الزمالك، وهدف الجزيري لطنطا، وبنسيه للمصري. 10 اهداف سجلهم محترفين. ده في خطوره للمهاجمين المصريين يا كابتن احمد؟ في خطوره واضحه في منتخب مصر. احنا دلوقتي عندنا بالذات اكبر فرق اللي هي موجوده في الدوري عندها كل الفروده محترفين. هدافين الدوري هتلاقيهم محترفين، ودي طبعا حاجه مأثره جدا على المنتخب المصري في اختيارك كمدرب. انت النهارده عندك اغلب المدربين، اغلب الفروده اللي موجوده او اغلب هدافين الدوري مش جنسيه مصريه. فدي طبعا اكيد عامله مشكله، او اكيد بتهدد طبعا المنتخب بالذات في منطقه الفراوده دي. مش عايزين نقول ان هي محسومه على اللعيبه المحترفه بره زي عمرو جمال، محمد صلاح، ربا، في ناس كتير بره برضو في الاحتراف، ولكن عندنا احنا داخل الدوري المصري لا قليلين قوي الفراوده المصريين المؤثرين. لكن انت لو بصيت على كل الاهداف طبعا دي مشكله كبيره. احنا موجودين فيها طبعا جت الفتره دي، مفيش فرود صريح انت بتقدر تعتمد عليه. يمكن منتخب مصر بيعاني في الفتره ديت بنقص في المكان دوت. المكان ده مهم جدا، احنا في احتياج ليه. احنا برضه كابتن انا شايف ان احنا او معظم الانديه ما بتحاولش ان هي تطور من نفسها وتبدا تعتمد على القطاعات اللي عندها، بحيث ان هي تخرج مواهب او تخرج لعيبه
يبقى في تنوع. اقدر اخرج راس حربه كويس، اقدر اخرج باك رايت كويس، مدافع كويس. الحاجات دي برضو احنا بدات تقل بشكل كبير جدا في مصر. احنا بدانا كابتن احنا نعتمد على اللعيب الجاهز، ما بتعبش معاه، بعتمد على قدراته هي. لكن انا ما بحاولش ان انا اطور منه، ما بحاولش ان انا احاول اساعده ان هو يبقى في حالة احسن من كده، وابدا استفيد باكتر بالقدرات ديت مع الفرقه. يمكن معظم الناس ما بتحاولش تفكر في القصه ديت، لا انا عايز اللعيب الفلاني اللي جاهز، اللي انا اتفرجت عليه في الدوري، فلا انا محتاجه دلوقتي. فكله بيبدا يستخدم الفلوس اكتر من ان هو يستخدم التعب او ان هو يخرج حد بموهبه تقدر تمشي معاه لفترات طويله. تمام. يعني طبعا في ترتيب الهدافين او في قائمه الهدافين بيجي وليد ازارو برصيد 11 هدف، وبيجي عبد الله السعيد من الاهلي تحديدا برصيد 9 اهداف، ولكن يعني العملاق جونيور اجاييه اللي بيقدم صوره مشرفه جدا مع النادي الاهلي، وكمان اقنع جماهير النادي الاهلي بيه، يعني ساعدهم باسيستات كتير جدا، وكان في اسيست ولا اروع لعبد الله السعيد في مباراه الاتحاد. نطلع نشوف تقرير عن اجاييه ونرجع لحضراتكم على طول. يوما بعد يوم يثبت الناجري جونيور أجاييه مهاجم الأهلي أنه لاعب من طراز فريد، وذلك بعد تألقه بشكل رائع في مباريات الأهلي منذ أن انضم إليه. المهاجم الناجري أصبح من أهم الأوراق الرابحة التي يعتمد عليها حسام البدري لتحقيق انتصارات القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة. فرغم صغر سنه الذي لم يتجاوز 22 عام، إلا أن أداءه في الملعب يظهر أنه لاعب كبير، فهو يجيد اللعب في أكثر من مركز، وهو ما يتيح للجهاز الفني للأهلي للاستفادة الفنية منه. الناجيري بات يلعب دورا كبيرا في أداء المارد الأحمر في جميع المباريات والبطولات، ظهر ذلك بشدة في مباراة الاتحاد السكندري في الجولة 22 من الدوري العام، حيث نجح أجاييه في صناعة هدف لفريقه، وأحرز الهدف الثالث في الدقيقة 82 ليواصل تألقه مع الأهلي، حيث أحرز 5 أهداف حتى الآن في مشوار الدوري. لم يكتفي أجاييه بالأهداف الحاسمة والمهمة والتي يحرزها مع الأحمر، إلا أنه تخطى ذلك لما يتمتع به من أسلوب خاص ورائع في صناعة الأهداف لزملائه. وبخلاف ذلك يتمتع أجاييه بروح الفانيلة الحمراء، فمن يشاهده في المباريات لا يشعر أنه لاعب محترف، فهو أحد أبناء القلعة الحمراء لما يظهره من غيرة وخوف على الكيان على جانب الجماهير. وسريعا ومن دون مقدمات أصبح النيجيري جونيور أجاييه معشوق الجماهير الأهلوية في كل مكان، دائما ما تختاره الجماهير رجل المباريات. فالنيجيري أجاييه أصبح عليه مسؤولية كبيرة تجاه عشاق القلعة الحمراء في مواصلة أدائه الرائع ومواصلة الإنجازات خلال الفترة القادمة. فكل التوفيق لنجم الأهلي الرائع جونيور أجاييه. ده كان تقرير عن النجم الأهلاوي جونيور أجاييه اللي أصبح يعني ليه روح الأهلي أو فيه روح الأهلي، وأصبح تحس إن هو أهلاوي من زمان. عندنا وليد أزارو، عندنا جونيور أجاييه، عندنا عبد الله السعيد، وانضم ليهم النجم صلاح محسن، لعيبة بتعرف تجيب إجوان، بجانب طبعا النجم وليد سليمان وكل النجوم بصراحة اللي موجودة في نادي الأهلي. إن شاء الله يعني دايما النادي الأهلي عامر بهؤلاء النجوم. كنت عايز تتكلم على عبد الله السعيد وعلى أحمد فتحي. طبعا يا كابتن، يعني احنا برضو مش عايزين ننسى دورهم في 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 النادي الأهلي. انا بحييهم تحيه مني ان لعيبه في ظل الظروف اللي موجودين فيها، حته الكلام الكتير والتصريحات اللي ما بتبقاش على لسانهم، هجدد مش هجدد، انا موجود في النادي الاهلي ولا همشي، الكلام ده كله. وهم كابتن عازلين نفسهم عن الكلام دوت،
وبنشوفهم بالاداء القوي وبالاداء الممتع اللي بيبقوا عليه في المباريات اللي فاتت. دي بتدل ان دولت لعيبه كبيره، لعيبه محترمه، وده برضو يعني نجاح للجهاز الفني والجهاز الاداري والاداره، ان انا بفصل اي مشاكل او اي ظروف خارجه عن الملعب. انا بنزل الملعب ببقى مركز ال 90 دقيقه في الملعب، ودي حاجه بتميز اللعيب الكبير من اللعيب اللي لسه، هي دي الخبرات اللي احنا بنتكلم فيها، هي دي اللعيبه الكبيره اللي هي ان هي تبقى موجوده في النادي الاهلي، وهي ديت شخصيه النادي الاهلي اللي هو بيخلص ماتش في السعوديه بيرجع على الدوري بيكسب وبيخش في المنافسه وبيخش في اطار الجديه والحفاظ على المنافسه. هي ديت الروح اللي بيوصلها النادي الاهلي. عشان كده انا حبيت بس ان انا احيي احمد فتحي واحيي عبد الله السعيد على الاداء، خاصه المباراه اللي فاتت. يعني اكيد كابتن احمد عايز تقول حاجه؟ لا طبعا انا باكد على كلام كابتن ابو المجد، وان ده مش طبيعي، ده طبيعي في النادي الاهلي وفي لعيبه بقى وخلاص من ابناء النادي الاهلي. احنا بنتكلم على ازارو واجايه حاسين في الملعب بحماسهم وبادائهم ان هم من ابناء النادي الاهلي، وهم اساسا مش يعني ما عندهمش جنسيه مصريه اصلا، فطبعا ده عادي. اتمنى طبعا الفتره الجايه انا من الناس اللي تتمنى وجود عبد الله سعيد وتتمنى وجود احمد فتحي. ادائهم كان مؤثر جدا طول الفتره اللي فاتت دي، ودورهم مؤثر جدا في ظل حتى الصفقات الجديده، لان دايما النادي الاهلي يمكن اغلب اللي يعني بيسال ان ليه دايما بتبقى صفقات النادي الاهلي بتبقى ناجحه. هي الفكره كلها ان بعيدا عن حته ان اللجنه بتختار كويس، الاندماج اللي بيحصل في ظل وجود اعمده بمعنى. اساسيه في ظل وجود اعمده اساسيه في الفريق بتدي للفريق ثقه وبتدي له احساس النادي الاهلي ومتطلبات النادي الاهلي ودوافع النادي الاهلي. عشان كده دايما بتحس ان اللعيب بيخش بتحس ان هو من ابناء النادي الاهلي وكانه بقى له 3 4 سنين مثلا في النادي الاهلي. دي حقيقه. فانا اتمنى ان شاء الله باذن الله من اللعيبه المهمه، اتمنى ان هم يجددوا، وفي حتى يعني لو ما جددوش اكيد هيبقى ليهم مصلحه اكتر، استفدنا منهم الفتره اللي فاتت، واتمنى لهم التوفيق طبعا. اكيد طبعا كل الشكر طبعا لنجوم الاهلي الكبار احمد فتحي وعبد الله السعيد، طبعا زي ما النجوم قالوا ابو المجد واحمد حسن استاكوزا قالوا كل الشكر ليهم ان هم يعني فاصلين التجديد وفاصلين الضغوط وفاصلين كلام الجماهير عليهم، لكن بيأدوا بمنتهى الروح العاليه وبمنتهى الرجوله في الملعب، لكن يبقى اطمئنان الجماهير عندهم نجوم كبيره جدا عايزين يطمنوا ان هم قاعدين في ناديهم الكبير نادي الاهلي. اكيد طبعا هيبقوا مبسوطين جدا لما يعودوا هذان النجمان الكبيران في النادي الاهلي احمد فتحي وعبد الله السعيد. اتكلمنا معاكم في معظم هذا الاسبوع الماضي الاسبوع ال 22 في الدوري الممتاز، يعني مباريات ان شاء الله المباريات المقبله الاهلي والمقاولين او المقاولين والاهلي ان شاء الله يوم الخميس الساعه 6 في استاد بترو سبورتو، الداخليه والاسماعيلي يوم الجمعه، الرجاء وانبي الجمعه، وادي دجله بتروجيت الجمعه، الانتاج الحربي والاتحاد السكندري الجمعه، يوم السبت ان شاء الله انبي ومصر المقصه، الاسيوط سبورت ونادي النصر، السموحه ونادي الزمالك، دي ماتشات يوم السبت. الاثنين ان شاء الله طنطا وطلائع الجيش والاهلي والمقاولين، ماتش العوده بقى نلعب الخميس ونلعب الاثنين ان شاء الله. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ماتش المقاولين اعتقد برضه المقاولين فرقه كويسه طبعا، فرقه محمد عوض عامل شغل كويس معاهم، وفرقه مستقره وبادئه من بدايه الدوري بشكل جيد يعني. وبعدين ماتش رايح جاي، ماتشين برضه رايح جاي، حتى هو زعلان جدا داود عوض زعلان جدا، لكن النادي الاهلي قادر ان شاء الله. ان شاء الله النادي يعني الاهلي قادر، ويعني ملاحظ في الاداء كله محدد هدفه، احنا الهدف درع الدوري في ظل اللي موجود احنا ما بنحسش باختلاف سواء في لعيبه موجوده او في لعيبه ومصابه، الهدف واحد. الكابتن عوده طبعا اداؤه كويس مع المقاولين، من ضمن الانديه اللي ناجحه بسبب الثبات، يعني ان هم مثبتين الجهاز الفني، بيقرا المباريات وبيعرف يقفل المباريات، بيعرف يحط زياده في نص الملعب، دايما من الانديه اللي هي صعب ان انت تخترق من العمق، خاصه ان هو دلوقتي لجأ لحته ان هو بيحط رامي عادل قدام السرد باكين في المنطقه دي ما بين الديفندر والسرد باكين، فدايما قافل حته العمق ديت. فطبعا اعتقد المباراه صعبه، بس اعتقد ان شاء الله باذن الاهلي قادر ان شاء الله. ان شاء الله. يعني بكده حلقتنا انتهت. الحلقه كان شكلها غير كده خالص يا جماعه، يعني لما بيكون معايا ابو المجد مصطفى احمد حسن السكوز تحديدا الحلقه بيبقى مختلفه تماما، لكن طبعا الخبر اللي سمعته في الاول، وانا حاولت ان انا يعني
اطلع من المود بتاع خبر وفاه الاستاذ الكبير الاستاذ خالد العشري الزميل الفاضل ده. بصراحه فصلنا ويعني بس الحمد لله يعني يعني يا رب نكون قدرنا ان احنا نكون دخلنا معاكم في المود تاني. لكن خبر طبعا كان صعب جدا عليا ان انا سمعته، اكيد صعب على كل محبي هذا الرجل الكريم، هذا الرجل يعني اللي بصراحه كله اخلاق، يعني مش عايز اقعد اقول عليه كلام، الله يرحمه يعني انا مش مصدق. لكن طبعا ان لله وانا اليه راجعون، واحنا طبعا مؤمنين بكل حاجه بالقضاء والقدر وبكل حاجه طبعا من عند ربنا سبحانه وتعالى، الحمد لله على كل شيء. يعني الرحمه كل الرحمه لهذا الرجل الفاضل، والصبر كل الصبر لاسره هذا الفقيد، وطبعا قناه الاهلي وكل محبي الاهلي. كان اهلاوي يعني فظيع، الله يرحمه ويحسن اليه. انا مش عايز اقول لكم كان بعت لي اول امبارح مقاله مش هقولها بقى خلاص، يعني مقاله كان من حبه للاهلي بيتكلم فيها، يعني انا الحمد لله الحمد لله على كل شيء، الله يرحمه ويحسن اليه وللاسره الصبر والسلوان، وطبعا وزميلنا الفاضل محمد قلب. ان شاء الله الجنازه بكره بعد الظهر تخرج من مسجد الاسد بانفراد في الدقي، والدفن بعد الجنازه على طول. البقاء لله. نورتوني وشرفتوني وتصبحوا على خير.